Das macht auch gleich rein. Ich meine, halt einfach ein Fach sterben können. وسهل جدا انزل داتا بيزز موجوده في كل المنتديات على اسامي الشركات كل اللي انا بعمله للناس كل اللي بعمله للناس انا بطمنهم شويه. ماشي لو في مكان حضرتك مثلا بس يبقى على الفيس بقى مع بعض. انا كنت امبارح حطيت اول امبارح حطيت مقترح ان انا عايز اعمل جروب خاص بيا. انا لسه عامل ربنا يسر معايا. انا على فكره الناس على فكره الناس يساعد اللي عامل الكومنتات دي مش عارف من مين. رجب ذا ايجيبشن دوت ار اف دكتور ار اف كونسلتنت كانت دي اصلا تمام. ده اللي حسبت لي ده حد من زمايلي اللي اشتغلت معاهم فتره. باشمهندس حجازي اللي هو باشمهندس هم اتنين خد الضربه كلهم يعني واحد اسمه علاء وواحد اسمه ابراهيم يعني مش عارف مين اللي عمل ده. ابراهيم حجازي دوت عنده شركه الانجل سكند دايركتورز في مصر يعني اسمها عن اكتب مثلا اكتب كوميونيكيشن بتاعته اصلا وبرضه من الناس اللي عاملين لنا سبورت. في بقيه مهندسين بقى من صراط. فالموضوع ان شاء الله لو اتعمل زي ما انا متصور هيبقى كوميونتي فيها كونسلتنت اتصالات فعلا فعلا عشان انا اصلا اقعد معاهم ممكن اقعد شهر لحد المواعيد مع الناس دي. فالناس دي بالجروب اللي احنا هنعمله او بالصفحه لسه ما اتفقتش يعني هيبقى عامله ازاي. هيبقى سهل التواصل بيهم ونساله على حاجات ويشرح لنا حاجات. والراجل بيقول دلوقتي حاطين بتاع 7 كتب ممكن ينزلها لنا على الجروب في بدايه الاستفتاح كده بتاعت كنت انا بقول الموضوع ده ليه عشان كنت دي نعلن ممكن عن طريق صفحات وكده نتواصل ونحدد نشاطات كل شهر كل شهر حد يجي يتكلم في حاجه نيجي كلنا نعمل حاجه. ممكن نعمل اكتيفيتي في الكليات ننزل نبقى حاجه يعني انا الموضوع بالنسبه لي ممكن في الاخر بعد 20 سنه مثلا ابقى حاجه زي الالف جنيه مثلا. ده انا بفكر انا عملت الكلام ده بس زي ما انا قلت في الكومنت انا عملت شركات زي ليجند او التراكس وعملت شركات زي جيلو وعملت انا الشركات دي انا مش كنت موظف فيها. انا الشركات دي كنت انا الايديا ميكر اللي كنت حطيت فكره الشغل اصلا عامله ازاي والماركتنج مانجر اللي كنت هناك والتكنيكال كونسلتنت اللي هناك والراجل الفاوندر وكنت عندي شير بفلوس كمان في الشركات دي وكنت قاعد على صفحاتهم ومشرف فني وبعدين مشيت كنت كونسلتنت من بعيد لبعيد. بس الكلام ده كله كنت بعمله عشان فلوس بصراحه. انا صراحه عايز اعملها كده يعني
فول سبورت يعني حاجه بقى ما كنتش من وراها حاجه. انا الصفحات بتاعت انتركس واكتل والحاجات دي الحمد لله انا كنت بجيب في اسبوعين بال 2000 3000 لايك يعني على صفحه ثانيه على صفحه انا كنت ماسكها. فعايزين نعمل حاجه زي كده ما يبقاش هدف من وراها فلوس. ده كان المفروض اكتب برضه كده يعني كل صفحاتنا في الميديا دي كان هدف منها ماركتنج، لكن دي صفحه مش عايز منها حاجه، عايز افيد الناس. ولقيت الفيدباك من ناس تقيله اللي انا كنت عايزها فعلا تقول لي معايا مش معايا، لان ناس كتير قوي عاملين مش عارف جروب اسمه تيلي كوميونيكيشن ماتيريال، حته مهندس مش حته قصدي مهندس بدوره اصلا اللي ماسك الموضوع، جروب تاني اسمه مش عارف فاكانسيز فور مش عارف ايه، ده مهندس بقى. لا انا عايز اخلي فيه بورد كده، بورد اوف كونسلتنت ماسكين الحوار ده، فلما ينزل لك كتاب هو عارف هو جايب لك ايه، لما نتكلم عن فرص عمل هو عارف هو بيقول ايه. زي كده لما حد بيعمل ايفنت كبير بيجيب سبونسر كويس، مش عارف شركه رابشه يعني بتعمل سبونسر. نرجع اللي احنا كنا بنقوله، عندنا انتروداكشن تقيل يا ابني. ايه خليك معانا اف يا اف 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 يا ابراهيم اف 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 مش عارف بس كده عايزك معايا. لا ما بيجيبوش يا عم، مش عشان بسجل ما بيسجل اهو. خلاص خليك خلاص خلاص يا سجلت الفيديو. كنت بقول ايه؟ عندي مقدمه بتحكي قصه. انا اصل انا مش هينفع كلامك في انتي انت اساساتك مدخلاتك في اللاب اللي انتي. انا عايز اسالك اسئله كده من غير احراق. ايه الفرق ما بين مثلا اليوم دي اس والاتش اس دي؟ انت راجل مهندس دي انا مش عارف في الموبيلين شغل وفي الاتش اس دي ده يديك 2 ميجا وده يديك 19 ميجا. ايه الفرق؟ ان اصلا الاتش اس دي ده عشان الدافك كوتشنج؟ لا ما بين عشان الدافك كوتشنج مش عشان فويس. طيب ماشي. ايه التكنيكال انهانسمنت؟ ده عادي وات از ذا تكنيكال انهانسمنت ان اتش اس بي اوفر ذا يو تي اس نتورك؟ عمل ايش فيه؟ ايوه تقول بقى يعني ايه؟ الفريم ريزوليوشن بتاعته اللي هو مش عارف هو دوت عامل عليه بي اس كي دوت مش عارف. لا مش عارف. هو ايه يوم تي اس كان جي بي اس كي. طب ينفع ينفع اتش اس بي ان انا اخد اكتر من كود ولا كل يوزر لا 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 بياخد طب ايه الفرق ما بين اتش اس بي اي والاتش اس بي اي والاتش اس بي اي بلس؟ الناس دي فرق بينهم ايه؟ مش عارف هي الجمعة الجاية في برضه. يعني يا ريت
انا مش عايز ابقى في حاجه ماشي من هنا وانا في نفسيتي جزء كنت عايز اقوله ما قلتوش. وانا بتكلم عشان مصلحتك اولا. لو ما خلصناش دي يوم بس مش فاكر خلصت النهارده وبكره. والله انا مش عارف كده بحصل حاجه ليه تاني هتقول تاني. لا هو عشان لو ما خلصناش محتاج ان وقت هنحتاج للاسف ننزل يوم تاني. لا مش الجمعه يبقى يوم احد. سبت حاجة اتنين تلاتة اربعة خمسة. وانا ممكن لو جينا الجمعة مثلا يعني مثلا ناخد ثلاث ساعات صوت خالص. ايوه حسب خالص. كنت لسه هقول لك كده هي اون ديماند هي مش حاجة مش ايوه بس ما انا حضرتك كده ان احنا يعني لو ما خلصناش هيبقى باقي الجزء صغير مش جزء كبير. مش شرط برضه. ممكن نقعد مع بعض حسب ما بيحصل فينا. طيب ماشي احنا اللي انتوا اليوم ممكن احنا نقعد نراجعها. صح يا راجل. يا ابني انتوا ليه اخر حاجه الكورسوس كنت بسم الله الرحمن الرحيم. هو انا نفسي دي ممكن تقلب الصفحات؟ لا. طيب هو انا نفسي اصغر الصوره شويه. طب فيها؟ يا نهار ابيض ده حلم يا جدعان كان نفسي زمان يا نهار ابيض ليه ده حلم يا جدعان والله يا نفسي يا ايه يا ليه يا جماعه يا ريت كلنا نتكلم في الوزير كده الله يا بنتي بقى
عشان تنزل لتحت بقى. هوريزونتال ولا ده؟ لا لا انا في هوريزونتال. لا سالي هو في مش شايف هوريزونتال مش او فيرتيكال مش ما فيرتيكال دي حاجه اللي تحت خالص. لا اه ده وين ما جرب كده جرب بس دي فين اهي صح انزل كمان طلعت كده. انا زوق 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 اطلع كابتن اطلع كابتن طلع تاني تخرج ولا ايه؟ ده لازم صابولة بقى تتفك. خليك يا عمرو بس بس قول يا عم يا ابني بس خلاص يا ابني ايه حلو ايه خلاص اكمل الشاشه يا عم السقف اقعد اصبر الصابون على فكره ده كل اللي بس فكره في صابون يا جماعه بس انت عايز بس انا هي بتعمل كده ليه؟ يا ابني بعرف بس استخدمها انا استخدمها يا ابني مش انت مش بتصور كميه العلم اللي هينزل عليها بيقولوا ان عدم شرب اللبن بيجيب هشاشه على الازرق. ايه ده يا عم مفيش ايه؟ قال لك عايز يشوف الافلام اللي عندك. فاهم اللي انا عايزه؟ لا مش عارف لا مش عارف مالي يا عم الفيلم ده؟ لو كان ناس كتير هتلاقي فيه فوبس. بلاش بس عشان عندك عندك حاجات هتقول ساخنه؟ هو ده فيلم عزيز؟ انا عندي فيلم عزيز. انا عندي فيلم سحاسيس يا بيه. بقول لك ايه؟ ايه؟ لا من حاجه غلط بنسجل يا عم واحنا قلنا حاجه غلط. فيلم احاسيس يا جماعه مش دي سينما مش ده فن فن ايوه 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 معلش يا جماعه انا مش متوازن نفسيا دلوقتي عشان البني ادم لازم البني ادم بني ادم ليه يا باشا؟ 10 ليه يا باشا مروح ليه 10 النهارده عايزين نقتصد شويه في البريكات فنقتصد شويه في هناخد بريكات بس يبقى عندنا ايه حبه من الاحمر ده ونيجي بسرعه بس فيش بريك سواء من كده لا انا دوت بقى شكل هو بيفكرك بس انا الحقيقه ان انا كنت البرزنتيشن دي كنت بديها في مكان معين فكنت عايز اقول لهم النهارده يعني كان ليها قصدي يعني انا عايز البرزنتيشن دي فايدتها الوحيده اللي هي هتحكي لحضرتك قصه الموبايل كوميونيكيشن منذ البدايه الى النهايه الى النهايه التي لم ترد بعد الى النهايه اللي هم لسه ما عرفوهاش في الفيرست جينيريشن ايش ايه ما هو ده سيستم جديد ان شاء الله ايه ده هو اسمه بي لا 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 انا بقول ايه دريم اللي هي ان شاء الله تبقى حقيقه. طيب تعالوا كده نتكلم على ال بص بتديني نفس البدايه ولا ده ايه ده سلكي ومش عارف طب ما انا سالتكم والعده قد كده وبيشتغل الكهرباء كده ايه ايه الاستراتيجي ده من هنا هنا في الفيرست جي طيب اللي عندي سوتاكس المشكله انا بانكي سيبن سيل ومفيش حد اوفر لا 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 لا
بتعملها عشان انا كل ما اسالك كل واحد يقول كلام واحنا كده مش عارفين الموضوع عامل ازاي. لا يا سيدي دي مش كده خلاص كده مش ايه حضرتك كده الكلام يعني احنا مستفيد كده حضرتك الكلام انا بس عايز احط النقطه حروف وممكن اقول الكلام بالظبط. انا عايز احط النقطه حروف. انا عمري ما غبت كورس قلت ايه ببدا كده خالص بس عشان الرجاله اللي بجيبها تيجي وانا اللي بجيب غالي انا مش ضامن انت خدته ايه واضح جدا انت خدته ايه تمام. هو الموضوع بدا الاول بال يعني لو عايزين تسمعوا الدنيا بدأت ازاي في الوايرلس كوميونيكيشن. هو بداية الكلام عن الوايرلس كوميونيكيشن كانوا بيتكلموا على سينجل سيل سيستم. واللي هو مبني على بيز ستيشن واحدة. البيز ستيشن ديت بتبعت هاي باور. ومين اللي هي بتبعت هاي باور؟ انا عندي كده مشكله في الباتري لايف تايم. مشكله في الهيلث. حليت مشكله الباتري لايف تايم ان انا بقيت بعمل زي الراجل ده كان بيقول البالكي لايف البالكي باتري سايز او كنت بعتمد على ممكن بطاريه العربيه يعني بركب عليها الكوبايت سيستم بتاع بطاريه العربيه تقدر تعيش فتره كبيره يعني بتبدا ستارت اب بس من البطاريه بعد كده الدينامو بتاع العربيه بيشيل السيستم بتاعك. اي موبايل جامد كمبيوتر ايه؟ كلمه موبايل جامد كمبيوتر. موبايل يعني اي حاجه بتمشي. اي حاجه بتمشي اوتو موبيل اللي هي الحاجه اللي بتمشي معنى ف هاي باور ترانسميتد باتري لايف تايم والهيلث. تاني مشكله انا عايز اقلام هجيب اقلام مين؟ بص بتاع الجيم فاضي. ايه يا عم بص عجيب من المكتب بتاع الاقلام. اه عايزين ما وانت في السكه هتلاقي جيم فاضي لو عايز تاني حاجه كانت مشكله كبيره ان بنتكلم على سنجل سيل يعني الراجل اللي بيتحرك هنا الراجل اللي بيتحرك هنا بعربيته عشان يستقبل بيها وايرلس انفورميشن لو طلع بره السنجل سيل كفرج ما بيلاقيش كفرج فبقى في عندي ليميتيشن في الكفرج او كفرج ليميتيشن. والمشكله ديت حتى لو كانت الجيريا كبيره انا ممكن اقول لك ان انا مغطي نص مصر في 3G. دي حقيقه في شركات كتير 3G لسه ما غطاش مصر كلها. الناس بتتكلم على LTE احنا استنى لغايه دلوقتي ما عندناش فول كفرج في 3G سيستم. مهما انا قلت لك ان انا مغطي نص مصر او 80% من مصر انا لغايه دلوقتي ما غطيتش مصر. فلغايه دلوقتي في ليميتيشن في 3G. لغايه دلوقتي لما تطلع على الصحراء بتاع الفيوم هتلاقي ليميتيشن في 3G. لما تعدي طريق اسيوط الغربي هتلاقي ليميتيشن في 3G وفي 2G كمان على فكره. ف دي كفرج ليميتيشن انا ما اقدرش اقول لك ساعتها انا مغطي مصر كلها. ما بالك بقى ان كان في سيستم بيغطي مدينه واحده بس او محافظه واحده بس. كانت البيس ستيشن دي حقيقي بجد 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 موجوده فوق النقطه عند نادي الاعلاميين فوق النقطه البيس ستيشن دي وكان شغال عليها تليفون العربيه وتليفون حاجات في الشرطه وحاجات زي كده بجد شغال كده. بس السيستم دوت زي ما قلت لك عنده ليميتيشن في الكفرج وبما ان هو هيخرج هنا هيلاقي الدنيا هنا بلاك زون او ديد زون هيبقى مفيش حاجه اسمها ايه؟ هاند اوفر. انا لازم واحد تسلم الايادي. يعني بتاع المقطم دوت كان بيغطي القاهره، القاهره كقاهره مش القاهره اللي هي القاهره والجيزه والليبيه. كان بيغطي مدينة القاهرة اللي هي حي المقطم ومدينة نصر وبيغطي ال كان بيغطي القاهرة وكان معمول زي ما بقول لك عشان اوبشن كده جه حبة عربيات مرسيدس والناس كانت بتتكلم على تليفونات شرطة في العربيات فكان يقدر ساعتها يحطوا كان الكلام ده في السبعينات الثمانينات وكده.
تعمل معاه كده. ده ابني لازمه. عندي موبايل سيستم بالحاجتين دول انا ما اقدرش اقول ان انا عندي موبايل سيستم. ده وايرلس سيستم نوت موبايل. موبايل يعني ايه؟ مفيش ليميتيشن في الكفرج، مفيش ليميتيشن في السبيد، مفيش ليميتيشن في الموبيلتي. يعني انا ما اقدرش اقول على الواي ماكس موبايل سيستم عشان الواي ماكس عنده مشكله في السبيد 120 كيلو، ما بيشتغلش ب 120 كيلو في الساعه. لكن اقدر اقول على ال تي اي موبايل سيستم. في اخر البرزنتيشن دي هنعمل مقارنه ما بين كل السيستمز. بس هو الواي ماكس مش ستيلر سيستم، مش ستيلر سيستم. طب ليه؟ عشان وقع منه مطلب رئيسي في الموبايل كوميونيكيشن. موبايل كوميونيكيشن قال لك انا محتاج فول موبيلتي فول كفر. فول موبيلتي يتحرك باي سرعه او يعني الحركه بتاعتك باي سرعه. فول كفرج يعني تتحرك تحت اي مكان فوق اي ارض في اي ظروف يجيلك مكالمات. هو انا ليه بنزل اعمل كفرج في المترو الانفاق؟ ليه بنزل اعمل كفرج في نفق الازهر؟ ليه بنزل اعمل اندور سايت جوه مبنى بتاع الاي تي ار؟ ليه؟ عشان يبقى اسمه موبايل. لو جيت قلت لك لو سمحت عشان تتكلم واقف جنب الشباك ده مش موبايل. لو قلت لك لو سمحت عشان تتكلم تمشي على سرعه 90 بعربيتك ما يبقاش اسمه موبايل. الموبايل بيتكلم على مود ليميتيشن في الكفرج وفي يعني الموبايل في بوينت بوينت؟ لا مالتي بوينت بس في ليميتيشن في السبيد. مالتي بوينت؟ يعني ليميتيشن في السبيد يعني لو مشيت اكتر من 120 كيلو في الساعه الكونكشن هتقع. يعني ايه علاقة؟ مش في هاند اوفر؟ ولا ما يلحقش السيستم بروسيسنج في الهاند اوفر ما يشتغلش على سرعه اكتر من 120 كيلو في الساعه. علاقتها ان انا كده بقول لك في ليميتيشن في السبيد بتاعتك. يعني المشكله ان انا مش مسيرها هاند اوفر يعني. ايوه المكالمه ديسكونكت مش هاند اوفر بس. المكالمه ديسكونكت. يا ريته هيسيب السلايه اللي هو بتاعته ويديسكونكت معاه ويروح للسلايه الجديده ويكونكت. لا 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 ده هيديسكونكت. هي كانت كوميونيكيت اني مور. يعني ايه كانت كوميونيكيت؟ يعني مش هيعمل هاند اوفر ويسيب ويروح لحته ثانيه لا لا ده هيبقى ابيض ولا فاهم حاجه. يعني بتجيب السرعه اللي هو طالبها. ده ليه؟ عشان الفريم بروسيسنج في الواي ماكس ما يستحملش سبيد زي كده. هو شغال على وقت ان ايه صحيح زي ال تي اي بس احنا حلينا مشكله ال تي اي بحبه حاجات في الدي اس بي. ان شاء الله ربنا ييسر ونعرف نتكلم عنها. يعني هو ده السبب الوحيد اللي مخلي ده بيسموه بقى زيرو جنريشن. ده بيسموه زيرو جنريشن. الزيرو جنريشن هو بيتكلم عن موبايل عن وايرلس سيستم مش موبايل سيستم. استخدمناها في الميلتري ابلكيشنز وموتورولا كانت اول حد كان بيتكلم في السيستم دوت. بس كانت دي مشاكله. حلينا المشكله دي بحاجه بسيطه جدا ان احنا حولنا السيستم دوت بدل ما هو سنجل سيل سيلولر سيستم. سيلولر سيستم يعني لازم تحل لي مشكله الموبيلتي، لازم تحل لي مشكله الكفرج، لازم تحل لي مشكله الهاي باور ترانسميشن. قال لك هات نفس الاريا وقطعها بسمول ارياز. كل اريا هتكفر عن طريق بيز ستيشن. البيز ستيشن ديت هي بيز ستيشن بتغطي المنطقه دي كونكتد مع بقيه النتورك. والله انت بتتكلم على كونكشن ما بين البي دي اسز زي ما احنا كده شايفين. اول حاجه حلتها بقى لو باور ترانسميتد يعني باتري لايف تايم الحل. طيب الحل الهيلثي بروبلم اتحلت. بقى عندي هاند اوفر قدرت سبورت ليك موبايلتي وكمان
فيه افريج. السيستم ده ظهر عندي تعريف حق يعني ديفينيشن جديد اسمه فريكوينسي يوز. لما كتر عدد السايتس بتاعتي، لما زاد عدد السايتس اللي عندي زاد احتياجي للفريكوينسز زياده، والريسورسز بتاعتي معروف ان هي ليمت اولموست ليمت. على فكره الناس اللي بتقول ان مش مصدقه ان الوايرلس كوميونيكيشن او الوايرلس باندويتس الهواء دوت فاكرينه عشان هو هواء فاوبن، لا خالص، الهواء ده فيري ليمتد، فيري ليمتد. عشان كده لما تروح تشتري 5 ميجا هرتز من الهواء بتدفع فلوس، مع انك لو عايز تحط كابل وتجيب فيه 50 ميجا هرتز باندويتس محدش بيقول لك هات منين، غير بس ان عشان عندنا شركه سامسونج سيلكس بتاخد اكاوا على الكابل. لكن في الحقيقه انت الهواء ده اللي بيقطع فلوس، لكن الكابلات اللي في الارض والواير عمرها ما بتقطع فلوس. لما تيجي تحط قناه جديده على الراديو او في التلفزيون او كده لازم تاخد لايسنس. لكن والله انا عامل في البيت عندي محاضر كاميرا وبرقص لهم في العمارة عندنا وموصل لكل شقة شاشة بيتفرجوا عليها طول النهار، محدش يقول لك والله يا باشا عشان توصل اللي بيقول عليه كلوز دي ال سي دي في او السي عارفينه ده بس اللي هو كلوز دي تلفزيون اه سي سي تي في ده كلوز سيركت تي في تمام، محدش يقول لك هات فلوس عليه. الوايرلس ده بلاش، الوايرلس هو البيرلين. فلما زاد عدد السيطرة الحمد لله، لما زاد عدد السيطرة في السيلولار سيستم زاد الاحتياج للفريكوينسيز اكتر، ولما زاد عدد الفريكوينسيز الاكتر اللي احنا محتاجينها ظهر عندي عجز في الريسورسز بتاعتي، ولما ظهر عجز في الريسورسز بتاعتي ظهر عندي اكسبريشن يحل مشكله الريسورسز دي اسمه يعني ايه فريكوينسي يوز؟ استخدم نفس فريكوينسي اللي انا كنت شغال بيه بعد مسافه معينه تضمن ان ما يحصلش انترفيرنس. بيسموا المسافه دي فريكوينسي يوز ديستنس، وليها ايكويشن كده فانكشن في السيل سايز وفي الكلاستر نمبر. الكلاستر نمبر اللي هو عدد السيلز في الكلاستر تمام 3 9 7 21 4 12 9 27 يعني على حسب انت عامل كلاستر ازاي. هو ايه الرقم الاول ورقم الثاني ده السي سايد ثاني ده السايد فيه كام سيكتور وده الكلاستر فيه كام سيكتور يعني السايد 3 سيكتور هيتكرر 3 مرات. هو ده السيكتور دي يعني 3 سيكتور صح؟ اه البي تي اس بتساوي سايد و السيكتور اولموست بيساوي سنتر. الا لو انا شغال دي سي اس وجي اس ام هيبقى السيكتور بيساوي 2 سنتر تمام؟ عارفين جي اس ام ودي سي اس سنتر؟ اه اللي هو دي سي اس ده اللي هو 1800 او 1800 اه 1800 يعني جي اس ام 900 شغال في مصر دي سي اس تمام؟ والبي تي اس اللي هي بتساوي سايت اولموست بتساوي 3 سيكتورز في الغالب الاعمى، ممكن تلاقي سايت 2 ممكن تلاقي سايت 4 مصر مفيش اكتر من 4 بره ممكن تلاقي 6 يعني 3 سيلز في الغالب الاعمى. سيكتور بيساوي سيل في الغالب الاعمى، بي تي اس بيساوي سايت اعلى. فده عدد السيلز في السايت وده عدد السيلز في الكلاستر. الفريكوينسي ريوز ديستنس دي عاملينها ليه؟ عشان نشيل حاجه اسمها كود شانل ايه انترفيرنس. تعرفوا عنها حاجه؟ اللي هي بتبقى في حاجه اسمها سي اوفر اي ده اللي بيسم كود شانل انترفيرنس. سي اوفر اي تمام، وفي عندنا سي اوفر اي. ماشي. بعد كده سميت السيستم دوت هو سيلولار كوميونيكيشن. هو معلش كل شانل انترفيرنس ده ما بين اثنين سيلز عندهم نفس الفريكونسي صح؟ اه نعمل لهم ريوزنج. طب والادجيسنت؟
ده اسمه adjacent interface. اف واحد مع اف واحد ده اسمه co-channel interface. cellular communication يا شباب. يعني انا عايز ازاي كفاية. بدي دلوقتي كورس جي اس ام مش عايز ادوق كميه التنشيط العلمي اللي عندي. بص داخل بقى ايه بدي الكورس بداوري اللي هي. فعلا كميه معلومات الناس امبارح وشرح مر من كميه الانفورميشن. قعدت 5 ساعات بشرحهم في الابلكيشن بس. 5 ساعات تقريبا. لما اقل مسمار في الاركتكشر اتشرح الحمد لله. لذيذ جي اس ام. سيلولار كوميونيكيشن. السلام عليكم. تعمل معانا كده ليه؟ انا محدش عامل معايا كده قبل كده. ماشي. ده سميناه سيلولار سيستم. بدينا نقول على السيستم دوت فيرست جنريشن. فيرست ايه؟ جنريشن. الفيرست جنريشن دوت كان فيه مشاكل. ده شكل تليفون عربية شغال نظام الفيرست جنريشن. مصر كان فيها ال ان تي ده ال ان تي وتاكس فيرست جنريشن كان في مصر. مشكلة الفيرست جنريشن في 3 مشاكل رئيسية في الكواليتي والكباسيتي والانكومبتابيلتي. كواليتي لان هو انالوج سيستم. الانالوج سيستم ما بيعرفش يعمل ايرور ديتكشن وكوركشن. ما بيعرفش يعمل انترفيرنس ريزيستنس. ما بيقدرش يشيل الانترفيرنس والمشاكل بتاعت النويز سواء كان انترفيرنس انترنال انترفيرنس او اكسترنال. انا عندي انترفيرنس معايا جدا. بتاعك اسمها انترنال انترفيرنس واكسترنال انترفيرنس. والاكسترنال انترفيرنس معايا. كل شانل انترفيرنس وجسد شانل انترفيرنس دول تحت حاجه اسمها الاكسترنال انترفيرنس. الانترنال انترفيرنس دي انترفيرنس ناتجه عن عارفين النيجاتيف فيدباك والبوزيتيف فيدباك وانت ده اسمه انترنال انترفيرنس. مروحه عصبيه يعني انت الدور كده مني. لما جيت انا بيصير عندي حاجه اسمها اي سي ام على السايتو اللي هو الانترفيرنس لازم حاجه اسمها الاي سي ام. الاي سي ام دوت عشان احله توتالي لازم اعرف هو انترنال اول ولا اي سي ام. فبعمل ايه؟ بقلل الباور بتاعت التي اي اكس اي اللي عليها الانترفيرنس. لسه الانترفيرنس موجود؟ لسه موجود. يبقى ده اكسترنال مش ده ايه؟ اكسترنال انترفيرنس. ابدا بقى اشوف اكسترنال انترفيرنس طالع من عندنا ولا من شبكه ثانيه؟ شبكه ثانيه ولا جيش؟ جيش ولا سي دي ان اي بتاع مصريه اتصالات؟ سي دي ان اي بتاع مصريه اتصالات ولا اسرائيل؟ تمام؟ هتلاقي اكثر كميه انترفيرنس موجوده في التاريخ عندنا موجوده في الدلتا، المحافظات الشرقيه، محافظات القناه، في سيناء. متجمع فيها 3 مشاكل دول. انترفيرنس من اسرائيل، انترفيرنس من السيستم بتاع الجيش، انترفيرنس من سي دي ان اي بتاع مصريه اتصالات. يعني انترفيرنس يعني هي دولة شغالة بنفس التكنولوجيز اللي انت شغال بيها بنفس البندات اللي انت شغال فيها بنفس كل حاجة. الباور جاي منك ازاي عامل هنا فين؟ نورت سينا يا باشا. هو نورت هنا؟ نورت الدلتا. ما هو الدلتا دي الشرقية. أنا اتكلمت على الجانب اللي هو عندهم يعني الشرقية والدلتا. الدلتا اللي هي محافظات الشرقية. نورت الدلتا اللي هي محافظات الشرقية وسينا مدن القناة. أيوه. طيب هو لو انترنال انترفيرنس هو لو انترنال انترفيرنس ايه ده هو ايه كده وانتوا قلتوا ليه؟ جمهورية مصر، مصر،
احنا جايين من تحت وهو يظهر وهو يظهر ابن القرية المصرية ببلدته وفي بلدته على اول واحد مش عارفين اسمه ايه اقعد يا واد انت وهو معلش عندي نويز ناتج من البروسيسنج في عندي عايزها ضربه في عندي حاجه بتطلع نويز. طب دلوقتي لو هو اكسترنال حل ايه؟ لو اكسترنال والله بقى ممكن احل الموضوع ب بحاجه مثلا بس انت كمان كان واقف مش اغير مثلا الفريكوانسي اغير الفريكوانسي اعمل فريكوانسي هوبنج ده الحل. بس 99 من الاكسترنال انترفيرنس اللي انا اشتغلت بيه ما اتحلش. كلمه هو ولا حد بيعبر ولا حد بيقدر يجيب الفريكوانسي ده الفريكوانسي ماري ايه؟ الالجوريثم ازاي؟ في بقول انا ممكن اعمل فريكوانسي هوبنج وده بيحل الاكسترنال انترفيرنس. ممكن اغير البند يعني مثلا اخلي لو انا عندي بند مثلا 89 مثلا 850.4 مضروب مثلا ولا حاجه. طب تعالى نشتغل على خلي 89.4 دوت في اريا تانية وخلي هنا مثلا 89.2 وجرب. بس انا بقول لك 99% من السيستمز اللي احنا اشتغلنا فيها الاكسترنال انترفيرنس ما كانش بيحل فيها الاكسترنال انترفيرنس. نرجع تاني قلنا اول مشكله في الفيرست جنريشن الكواليتي. يعني ايه كواليتي؟ يعني هو انالوج ما بيقدرش يقاوم على الانترفيرنس سواء كانت الاكسترنال او الاكسترنال. تاني حاجه مشكله كباسيتي. يعني ايه بس الفرق ده كان عشان هو انا سيستم كان شغال عليه ايه ده ايه بيقول ان كل يوزر هياخد سنجل فريكوانسي فدوت كان بيقلل عدد السبسكرايبرز وكمان بيقلل الفاليوز فكان بيقلل الداتا ريت فكان بيقلل الكواليتي انالوج وداتا ريت. انا عايز اقول لك تصور ان الفويس تشانل بتاعتنا 30 كيلو هرتز بس. في حاجة في كوميونيكيشن في الدنيا من غير داتا ريت؟ مفيش. فويس شانل كان لا انا قصدي ايه؟ انا قصدي ايه؟ بلاش داتا ريت اخليها لك سيرفيس. الانكومباتبلتي دي بقى كنا بنتكلم ان كان كل بلد عندها ديفرنت ستاندرد خاص بيها. ده حاجه اسمها داكس
ده حاجه اسمها امبس مثلا، يعني مثلا انا بتكلم انا بقول بكتب خلاص، حاجه اسمها ان تي، حاجه اسمها سي نت 450، يبقى اللي جنبها عندها سي نتس برضه بس والله 900. دوت اللي عمل لي ازمه كبيره جدا في حاجه اسمها الانكومباتيبلتي. والانكومباتيبلتي دي كانت بتخلي حد مثلا في البلد دي عايز يحرك البلد الثانيه دي، كان محتاج يجيب اكويبمنت جديده ومحتاج يجيب سيم كارد جديده وسيرفيس جديده، فده كان بيأثر على الاند يوزر في البلاد دي، وكمان كان بيأثر على الناس اللي شغالين في الستاندرد، الناس اللي شغالين في الستاندرد او الفندرز اللي شغالين في الستاندرد. لو انا عندي مثلا حد زي هواوي عايز ينتج خط انتاج للفيرست جنريشن، هل هيبقى عنده ماس برودكشن؟ مفيش ماس برودكشن، لا ده هيبقى عنده يعني تيلر برودكشن. كل بلد مش حضرتك شغاله بالزون دي، انا شغاله بالتاكس مثلا، طب عايزين 40 عايزين 3000 سلاح بس، البلد الثانيه عايزين 2000 سلاح، البلد الثالثه عايزين 50 سلاح هنجرب. طب لما بقى جينا عملنا كومباتبل سيستم بقى كل العالم شغال وان ستاندرد، انا اقدر اعمل بعد كده ماس برودكشن لكل الايه؟ لكل العالم بالتكنولوجي. فدول ثلاث حاجات خلونا نقول ان الفيرست جنريشن مش هو ده التارجت بتاعنا في الموبايل كوميونيكيشن. ظهر بعد كده السكند جنريشن، والسكند جنريشن قال لك انا هستخدم ديجيتال. ده حل مشكله الكواليتي. السكند جنريشن قال لك انا هشتغل تي دي ام اي، فهدي للناس كباستي اعلى، يعني هزود عدد السبسكرايبرز، وكمان هدي للناس باندوتس او سبيكترم اعلى من الفيرست جنريشن. احنا قلنا ان التي دي ام اي سيستم الباندوتس مثلا بريوسر بيبقى 2 كيلو هرتز، لكن الام دي ام اي سيستم الباندوتس بريوسر كان 30 كيلو هرتز، احنا بنتكلم تقريبا في 7 اضعاف الباندوتس حصل لما استخدمنا بس سيستم اسمه ديجيتال تي دي ام اي اوفر ام دي ام اي. انا كان عندي السكند جنريشن ده كان عندي انظمه كتيره، بس الحاجه اللي هي بقت ستاندرايز وورلد وايد كان عندي حاجه اسمها جي اس ام، وعندي حاجه اسمها سي دي ام اي او بيقولوا عليه اي اس 95A. الجي اس ام دوت كان اللي عامله حد اسمه الاتسي، ودوت كان عامله حد اسمه الامسي. دوت كان بيديني فويس واس ام اس وداتا ريت للسيرفيس بتاعت الداتا سيرفيسز 9.10%. ده كان بيديني فويس واس ام اس وسيم داتا ريت 9.10 ويمكن 14.5%. ده كان وورلد وايد. ده كان مور لبال. وده كان إيسترن آسيا إيش، وكمان في أمريكا نورث ساوث أمريكا، وموجود في روسيا. يعني دول كانوا المين سيستمز. انا لما خليت العالم كله فيه حاجتين بس كده، عملت كومباتيبلتي ولا ما عملتش، ولما عملت ديجيتال سيستم كده حليت مشكله الكواليتي ولا ما حليتش، ولما عملت دي ام اي اوفر ام دي ام كده حليت مشكله الكباسيتي ولا لا. يبقى الثلاث اسئله اللي كانوا مطروحين عليا فيرست جنريشن اسا بروبلمز اتحلوا كلهم في سكند جنريشن. الجي اس ام بقى بما ان هو بقيه التراك بتاعنا بتاع الال تي اي، السكند جنريشن كان في عندي حاجه اسمها فيز 1، ده كان فيه فويس تليفوني، كان فيه انترناشونال رومينج، بيزك فاكس او ده سيرفيس 9.6 كيلو بت بير سكند، ده فيه كول فوروردنج وكول بيرنج وفيه اس ام اس بس. تمام. الفيز 2 كان فيه ادفايس اوف تشارج، يعني عملوا في بيلنج جديد اللي هو البريبايد سيستم، كان فيه كولينج لاين ايدنتيفيكيشن، كان في كول ويتنج وكول هولد وكونفرنس كولينج وكلوز يوزر جروب اللي هو بيزنس الشركات اللي هو ماشي
والاديشنال داتا كوميونيكيشن كابابيلتيز بدا يظهر في الفيس 2 حاجه اسمها الهاي سبيد سنتنج سويتش داتا سيستم. اسمع عني 2.5 لا مش 2.5 يعني 20 الجيل 2 وربع وات از ده اللي خدته قال لك كل التطوير ان هندي لليوزر اكثر من 4000 سطر وعدل الكودينج سكيم خلاه التايم سلوت ده عليها 14.4 في 4 في 14.4 بقى 57 كيلو متر في الثانيه. قدرت توصل شويه لسرعه الدايل اب بتاع الخط الارضي اللي احنا على طول هنقارن نفسنا بيه. بعد كلامك على اتش اس بي ولا عندنا حاجه اسمها اي دي اس ال وفي دي اس ال بلس واي دي اس ال بلس 2 قرن حاجه اسمها جي او بي ال كمان جوبن سيستمز اللي هو بيوصل دي اس ال سيستم 100 جيجا بت في الثانيه باين 100 جيجا بت في الثانيه ام يوزر مش اي 1. طيب الفيس 2 بلس يعني حط المالتيبل سيرفيس بروفايلز البرايفت نمبر بلانز يعني الاتش اس سي اس دي والجي بي اس انتروداكشن وبقى في عندي انتر وركينج نيو باند جديد عندي حاجه اسمها جي اس ام 1800 اللي هو اسمه دي سي اس وعندي حاجه اسمها 1800 اللي هو دي سي اس. الدي سي اس دوت كان شغال او اتعمل عشان نزود البند بتاع الوركينج جي اس ام باند اللي هو بتاع 900. احنا كان عندنا مشكله في مصر ان احنا كان عندنا تو اوبريتورز كل اوبريتور واخد 10 ميجا والاوبريتورز دوت الاوبريتورز دي شغالين في مصر بقالهم اكتر 20 سنه دلوقتي او يمكن 97 ادي 10 سنين و2007 احنا بنتكلم على 15 سنه او 16 سنه وركينج. 16 سنه دي عدد اليوزر زادوا من اول ما كان كل اوبريتور معاه 9 مليون ولا 8 مليون لغايه كل اوبريتور دلوقتي بيتكلم في 30 مليون سبسكرايبر. ال 30 مليون سبسكرايبر دول 90% من دول 9 مليون. ايه؟ 9 مليون؟ لا 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 انا بقول من ايام ما كان كل حد عنده 9 مليون سبسكرايبر دلوقتي بيتكلم في 3 4 اضعاف عدد السبسكرايبرز. يعني فودافون كانت في 2003 عندها 10 مليون سبسكرايبر. 4 عشان نسبة العدد دوت محتاج فريكونسيز محتاج ريسورسز جديده فباعوا لايسنس جديده بتاعت الجي اس ام 1800. امال 1900 احنا عاملين ايه؟ عشان في بلاد نفسها تطبق الجي اس ام لكن الحقيقه ان عندهم وركينج باند زي سي دي ام اي شغال في البند بتاع ال 1800 اللي شغال فيه جي اس ام 1800. عشان كده كنت بقول لك انا عندي انترفيرنس من مصريه اتصالات ان مصريه اتصالات شغاله في سي دي ام اي اللي هو 1800 واحنا شغالين في جي اس ام بتاع 1800 فصلاح البصم يعني. هو معلش وعيد صوت اللي هو اللي هو التليفون الهوائي بتاع المسلسل حضرتك في التليفونات الارضيه عندك نوعين من التوصيل عندك تليفون ارضي وعندك تليفون هوائي. التليفون الهوائي لو هو ما عندهمش كابلات فاضيه يوصلوها للبيت عندك بيجيب جهاز كده ليه انتنه وتوصل الجهاز ده بالكهرباء وبيطلع من الجهاز ده سوكيت ياخد ارجهايه تتحط في تليفون البيت تقدر تعمل مكالمات صوتيه من غير كابل او توصل بالسنترال بسي دي ان اي سيستم. سي دي 100000 كمان على فكره 3 جي يعني فعلا 100000 3 جي بس هي الفكره معاك هو احنا غير التليفون اللي هو اللي فيه اللي هو في نمبر كيان جاي كابل من السنترال بس في الداتا كارد محمد ده اف ام يا عم الكازوزه يعني المهم فالتليفونات بتاعت مثال صوت دي شغاله على نفس البند بتاع الجي اس ام يعني هم اصلا ناس بتوع جي اس ام وورد وايد عاملين ستاندرد عشان ما تشتغلش جي اس ام 1800 مع سي دي ام اي واحنا بمنتهى العدل التاريخي نقدر نعمل كده. لا هو مش عمل كده هو مثال صوت ما عادش بيقول لا انتهينا المشاكل كده ما حدش بيقول لا فعلا ما بقربش مثال صوت هي عشان كده هم خايفين ان هي تنزل اوبريت لان هي هتعبوا في بيت فعلا مش هتعبوا في بيت مش هتعبوا في بيت اه بطلها مثلا اه فعلا. عايز اقول لك ان كل حي في مصر فيه سنترال فانت ضامن في اقل من شهر فول كفرج في مصر حقيقي مش محتاج فول كفرج ما بقولكش ان انا اديك فول كباستي هتطلع في كل هتلاقي شبكه ماشي بس الكاسبر بيضرب الكارت برضه
مين ده؟ دي واحدة اللي هي بس القاهرة. بس ده على لا 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 هيتقال لك يا باشا نعمل عرضين ثلاثة كويسين الناس كلها راحت في الاتصالات دي. عشان العروض عشان انت فين الناس ما حضرتش الناس راحت في الاتصالات؟ لا اتصالات في مصر. ثلاثة. بعد ما ثلاثة مع عمالة ومنيف بعد ما لا فودافون ومنيف لا فودافون اتصالات في ايه كل حاجة. ايوه لا في لا قريبة لا ثمانية عشر لا على سبسكرايبرز دي لا 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 وتاني حاجة النتورك بتقاس بالاكتف يوزر عشان يشال خطه وحطه في الدوك. فمبنيه رقم 3 صلاه رقم 2 بتاخد رقم 1 صلاه رقم 2 في الريفني صلاه رقم 2 في الاكتف يوزرز. متنساش ان في 2011 2012 حصل هجره جماعيه للمبنيه وزمان اللي شغالين في المبنيه ان كان بيحصل في اليوم الواحد مليون ترانسفير. عارفين حاجه اسمها فليكسبل نمبر رقم حصل في يوم ملايين راحت وراحوا اتصابوا عيني يعني ما راحش الهبوط ابدا اللي حاولوا اتصابوا لا ما لقاش معنى. فلما بقول لك ان هي رقم اثنين هو مش كلام ولا كلام في الحرب ده كلام رسمي معتمد من الضرايب العامه ومن وزاره الاتصالات ومن جهاز قانون تنظيم الاتصالات وان الاتصالات دلوقتي بقت بتعمل ماركتنج لها رقم 2 في مصر وعمرها ما بتقول كده وهي كذاب لما يطلع تاني يوم بيبيع لها على بوك يعني مالوش الكلام ده من زمان ليه رقم 2 في مصر بقت تبقى اتصالات وخلال فتره قريبه هتبقى رقم 1 كمان رقم 1 اتصالات رقم 2 ودي رقم 3 انا عايز اقول ان عدد سبسكرايبرز بيزيد فلازم نحط بنك جديد اسمه جي اس ام 1800 جي اس ام 1900 معلش هو بي سي اس ولا مش عارف بقى ديجيتال سيلولار سيستم وهنا مش عارف بابليك كوميونيكيشن سيستم ايه اي حاجه دول الاربعه سيستمز اللي شغالين في الموبايل از سكند جنريشن جي اس ام وديجيتال امبس وبي بي سي واي اس مان فايف دول هم الورد فايف كفرنج سيستم دول مور ليميتد دي كانترز يعني ديجيتال امبس ده مش هيشتغل غير في امريكا بس عشان مبني على هاند اوفر بي السود ده لا ده مبني على الامبس از فيرست جينيريشن سيستم واما في بي سي فمعمول في اليابان فقط ومحدش في اي دوله ثانيه خدت سيستم بتاع اليابان خالص طبيعي. عندك جي اس ام 900 الاب لينك بتاعه من 1990 1915 والداون لينك بتاعه من 1915 1960 عندي 124 ابس للتريدنج شانل 124 متقسم على 8 تايم سبوتس يبقى انا عندي في الباندلز دوت او يعني كل جانب بيديني 8 اكتف يوزرز يقدروا يتكلموا سواء كانوا هيتكلموا كنترول او هيتكلموا ترافيك لان عندي وان كارير او وان تر اكس بيشيل من 8 من 2 من 1 ل 2 تايم سلوتس كنترول ومن 6 ل 7 ترافيك تشالنج. لو عندي شيبر اس كمان بعمل حاجه اسمها الديناميك الوكيشن ممكن اخلي 2 كنترول 3 ديديكيتد فويس والباقي يبقوا ديناميك ما بين فويس وما بين داتا والفيكسد فويس اساينمنت اللي انا عملته في الترو تايم سلوتس دي ممكن يبقى ابريت او يبقى فور ريت. الجيس الاكستندد جي اس ام 900 ده بيرسيف على 880 915 925 960 عملته ليه؟ عشان ازود 10 ميجا هرتز في الابلينك والداون لينك. عندي بعد كده جي اس ام 1800 ده 1710 1785 1805 1880 ده اداني 75 ميجا هرتز باندويتس و 374 ابسولوت راديو شانلز اضافت على الاكستندد شانلز عشان اقدر اوسع للناس في الكونسز على حسب الكباستي. عندك بقى 1900 شغال من 1850 1910 1930 1990 اولموست عندي 60 ميجا هرتز ابلينك داون لينك اديتني 299 ابسولوت شانلز.
سؤال بس ال اي جي اس ام ده الباند الدوري كان مش ازاي؟ دوري كان ازاي؟ اللي فوق 935 مش 935 صح هو السيستم ده احنا ما رجعناهوش التو سيستمز دول بقوا شغالين كل سايت بقى فيه اثنين بقى دي السلايه في سلايه دي سي اس وسلايه جي اس ام فهنا الكباستي دي هي ادد كباستي مش ريبليسد كباستي ادد كباستي للكباستي بتاع الدي سي اس للكباستي بتاع مين؟ بتاع الجي اس ام دي مش ريبليسد كباستي خلي بالك المعلومات اللي بنقولها هنا دي ده اللي احنا اكتر عايزينك تعرفه عن كل حاجه ده اللي انت هتسال فيه مني في اي انترفيو واحنا عملنا جي اس ام 1800 ضافي قد ايه تقدر تحسب لي الكباستي الهانسنج اللي حصلت لمنطقه فيها مثلا 3 كاري انا قبل كده دخلت امتحان من كده 3 كاري جي اس ام 3 كاري دي سي اس احسب لي هنا كام اكتف يوزر هنا كام اكتف يوزر اتفضل ده اسمه اكستندد جي اس ام زود 10 ميجا هرتز على الجي اس ام العادي لو جي اس ام بيصممه 25 ميجا بس بندس بقى 35 بناء على اي حد من درسنا من جي اس ام او بي جي اس ام انت بتبدا بدوت الكباس زادت 10 ميجا دول الكباس زادت اكتر من الاربعه الاخر كمان ايوه هو انا قلت حاجه كده يا ابني ما قلت لك زود 10 ميجا بس عشان كباستي بس يا ابني لا انا فاهم يعني جيت لما استخدم الاي جي اس ام على طول يا ابني ده بفلوس 10 ميجا هرتز بفلوس كده كده راح يتقسم من 380 لغايه 60 مين ده اللي بيحجز الاوبريتور هياخد كل البند بتاع جي اس ام هندسه لا يعني هياخد متر وهياخد طيب تمام خد 5 ميجا هرتز وعندك بقيه الاوبريتورز كل واحد فيهم واخد 10 ميجا هرتز وانت عايز تاني تعمل ايه؟ هتحجز فين؟ لازم يفتح الاكستند بتاع عشان تاخد منه مفيش حاجه تانيه في جي اس ام دي الاركتكشر بتاعت جي اس ام حد عنده اي سؤال في الاركتكشر دي؟ ايه؟ لا اكس تي ار اكس يعني كارير كارير بتاعك اللي بيديك التشالنج الكارت اللي جوه البيت اس بيطلع التشالنج لو ترانسميت لو ترانسيفر ده فريكوينسي واحد يعني عندي 8 8 لو عندي 8 تير اكسس يبقى انا السايد ده شايل 8 فريكوينسيز يعني انا عندي 8 في 12 8 في 12 بكام؟ 12 لو انا عندي 8 فريكوينسيز يبقى انا سوري مش 12 خلاص 8 فريكوينسيز يبقى انا عندي 8 عندي في كل فريكوينسي 8 اكتف يوزر يبقى انا عندي 8 في 8 64 اكتف يوزر على السايت على الكاريرز دول ايه رقم عرفت تي ار اكس بيشيل 8 اكتف يوزر لو انا عندي 8 تي ار اكس يبقى انا عندي 64 اكتف يوزر 8 8 هي اكتف يوزر يعني ايه بس صح؟ اكتف يوزر يعني اقدر ان تايم كم واحد يتكلم في نفس الوقت بس اكتف يوزر ويتكلم انا قصدي بيها رجاله مش كلهم ترافيك نون كنترول ونون ترافيك مش سيجنالينج يعني كان اليوزر يقدر ياخد مني ريسورس سواء كان ترافيك سواء كان كنترول والله انا الاركتكشر ماشي مفيش مشكله احنا مش هنتكلم فيها كتير سريعا على الانترفيس هو انا عندي بيزك انترفيس هنا ثلاثه انترفيس بس عندي انترفيس اسمه يو ام انترفيس وده بيبقى فيه الاير انترفيس اليو ام انترفيس دوت مبني على تو كاتيجوريز عندي حاجه اسمها فيزيكال شانل وعندي حاجه اسمها لوجيكال شانل فيزيكال شانل هي التايم بتاعك اللي بتاخده عشان تبعت بيه حاجه
اما اللوجيكال شانل الحاجه اللي بتتعبى جوه التايم دوت عشان تنقله منك للنتورك. فالفيزيكال شانل هي العربيه اللي بتشيل رمله او تشيل اسمنت او تشيل ناس او تشيل ميه او تشيل بنزين. فعندك وان فيزيكال شانل ما فيهاش انواع، اما اللوجيكال شانل فيها انواع كثيره من الفيزيكال العربيه واللوجيكال اللي بيتعبى جواها. اللوجيكال شانل بتتقسم لحاجتين، بتتقسم لترافيك وكنترول. ترافيك عندك كم نوع؟ لا ما تعرفش النوع بقى اكتر؟ لا فول ريت، عندي فول ريت وعندي هاف ريت وعندي ناس فول ريت وعندي ايه ما الكنترول عندي ثلاث انواع. عندي فول بلس ايش؟ الاس ام كي او 13 او 12 فول بلس ايه. عندي برودكاست، عندي كومن، عندي ديديكيتد. البرودكاست بي سي اتش فريكوينسي كنت يا حلاوه لا سينكرونايزيشن، الكومن بيجنج واكسس جرانت وراندم اكسس، الديديكيتد اس دي سلو اسوشيتد وفاست اسوشيتد. دوت سيستم انفورميشن كابلت اوف سيل. دوت فريكوينسي سينكرونايزيشن وتيونينج عشان تسمع بس اتش. دوت تايمنج سينكرونايزيشن تي دي ام اف نمبر. دوت بيفورم اليوزر بيكامينج كود. دوت بيريكوست سيرفيس راندوم اكسس. دوت بيرد على ريكوست بتاع سيرفيس بي اس دي شانل الوكيشن. الاس دي بتعمل سيجنالينج وسيرتيفيكيشن يقول لحضرتك الترافيك شانل نمبر عامل ازاي. الفاس شيت بيعمل باور كنترول، الفاس شيت بيعمل هاند اوف. الام ار بيقول لك انا ممكن اديك ديفرنت داتا ريت لفويس تشانل على حسب الراديو كونديشن. على حسب الراديو كونديشن الانهانسد فول ريت. لا هو الراجل هنا بيديك مش بيديك 12.2 صح؟ صح يا شباب؟ ال 12.2 دي فيكسد مهما حصل معاك. دول بيتكلموا في حاجه ثانيه خالص. كاباستي وايز 13 ولا 6.5 كاباستي وايز مش كواليتي وايز. ده الوحيد اللي بيديك داتا ريت بيزد على الكواليتي. وده ما حصلوش ابلايد على جي اس ام الا لما ظهر اصلا في اليوم تيست. بقيت بعد كده بعمله في الجي اس ام. لغايه دلوقتي انا ممكن ادي حضرتك ما هو ايه؟ الاي ام ار على فكره عايز اقول لك حاجه. انا عندي ايه؟ فور ريت اي ام ار وهاف ريت اي ام ار. وعايز اقول لك حاجه ثانيه. انا عندي في الداتا سيرفيس عندي تريتس مختلفة كمان. انا عندي 9.6 و 2.4 تمام؟ يعني داتا سيرفس يعني عندي اوف ريت في الداتا سيرفس. ايوه يسمع كيو اي ام ار كيو اي ام ار اللي هي الاتش دي فويس دلوقتي اللي عملها عن مش عارف يقول لي كلامه ممكن اسيرش عنه مش عارف الانهانس فول ريت دي عشان عشان الكواليتي صح؟ لا الانهانس فول ريت دي عشان تديك مور كواليتي على الفويس شانل. ليه الباور اصلا الداتا بتاعتها اعلى؟ الداتا ريت بتاعتها اعلى بس الكواليتي بتاعتها اقل من الانهانس. الانهانس فول ريت دي بتحسن الفويس كواليتي بان هي بتزود الدبل بيتس اللي بتعمل هير كنترول تكشن وكوريكشن تمام؟ عشان كده عرفت الريت بتاعت اليوزر الريت بتاعت ايوه خلاص يا رجاله؟ ده الانترفيس. اما الايجز انترفيس اكشلي هو اللي بيربط حاجه اسمها بي تي اس بحاجه اسمها بي اس سي. الراجل دوت شكل البروتوكول ستاك بتاعته كده مبنيه على حاجه اسمها لاب دي فريم ريلي والفيزيكال لاب بتاعها مبني على اي 1 تي 1 ترانسميشن ميت. يعني اي 1 يا تي 1 على حسب الستاندرد اللي انت شغال عليه. ايوه ما هو اي 1 وتي 1 ده ممكن يتحط على فايبر وممكن يتحط على مايكرو لينك. مين قال ما هو مايكرو لينك ده بيشيل جوه اي 1 نوت؟ اي 1 تي 1 ده الفيزيكال لاب. المايكرو لينك يا باشمهندس ده بيبعت ايه؟ على الوايرلس. لا اي 1 لينك وايرلس
كان حاطط سلك بس ايه مايكرو بي. فالاي 1 دوت بقى امتى بتربط البي اس بالبي اس سي مجموعه الاي 1 الاي 1 دي هي ممكن تكون مثلا 2 اي 1 1 3 4. اما في الاي انترفيس فانا عندي كونكشن بين البي اس سي والام اس سي، بس الكونكشن دي بتبقى مبنيه على حاجه اسمها الاس تي ام 1. ايوه اللي هي ايه؟ اللي هي 64 نون نون. بعد كده اس تي ام 4 بعد كده اس تي ام 16 تمام؟ اس تي ام 4 ده الهيراركي اللي انا اكيد البي اس سي دي بتبقى مش محتاجه اكيد اكثر من اي 1 فساعتها بتتشال على اس تي ام. الاس تي ام دي الاس تي ام لينك دوت من لي يعني نص الباب بيبقى يعني واير ما يبقاش واير خالص من صار شيء لينك زي دوت على بي سي كونكشن. الاهميات اللي موجوده بين بي سي اللي هي شغاله تحتيها 50 سايت 60 سايت اكثر من 200 سايت يعني ايه بقى 3000 3000 سايت على 30 يعني بي سي افريج سايز حوالي 100 سايت. انا كان عندي وقع كان عندي وقع في دهب 50 سايت يعني مش عايز اقول لك لبس ناس في اليمين بتوع دهب كان عندي ترافيك لوس مهول على 50 سايت بس وقع ساعتين. ده لو وقعت لي لينك مايكرو ويف ما بيتصلحش بسرعه ده تقدير عشان تطلع له بروتكشن والبروتكشن يتركب على المترو بتاع الاس تي ام اللي هيشيل لك النيو لينك اللي انت هتطلعه. ف 99% او بلاش نسب خليها كده نقول ابعد عن المايكرو ويف وانت تبعت اس تي ام على اي انترفيس. ليه انترفيس برضه بيعتمد على الاي بيز على على اللاب دي اللي هو لينك اكس بروسيدرز دي اللي هو سبيشال بروتوكول من الايه؟ من الفريم اللي خدته انت فريم اللي حاجه زي كده؟ فريم اللي ده هو لير 2 بروتوكول ولير 2 بروتوكول ما بيهتمش غير بكيفيه نقل الداتا والحفاظ عليها من الايرورز. وهو بيبقى عنده حاجه اسمها فلو كنترول بيسبورت فلو كنترول وايرور كنترول وين فلو كنترول وايرور كنترول وفريم فورماتنج للداتا اللي طالعه. ما بيهتمش بحاجه اكتر من كده. ما بيهتمش براوتنج وسويتش هو بوينت تو بوينت ترانسبورتيشن لير 2 بروتوكول ده اسمه لير 2 بروتوكول. ايوه فريم فلو كنترول ولا ديفينيشن لير ما فلو كنترول بيبقى فيه جواه بقى 50000 طريقه للفلو كنترول. فلو كنترول ويندو تايمنج ويندو سايز او كونجيشن كنترول او بالدروبنج فلاج او باي 50000 ميكانيزم تعمل بيها فلو كنترول عامل ازاي. الانتنا الواحده بتاعت الاي 1 الانتنا الاي 1 واحده ولا لا 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 ما كنتش اكتر ما كنتش اكتر ما كنتش اكتر غير بستخدم واي ماكس على فكره. لو انا عايز مثلا لو انا عايز مثلا 10 اي 1 يعني حوالي 20 ميجا بت بير سكند مفيش مايكرويف تاني حاجه زي كده ساعتها بقى الكاتل ساعتها دي الاكسبيشن الاتصالات ان هي تركب لها واي ماكس مايكرويف واي ماكس بوينت بوينت. احنا عندنا في الاتصالات الشركه الوحيده في مصر عندها واي ماكس واي ماكس بيربط بي سيز بي سيز بعضها. ايه ما دي هيراركي بقى زي ما انا بقول الاس تي ام 64 اي 1 فالاس تي ام 4 وهكذا مجموعه من الاس تي ام 1 والاس تي ام 16 دي مجموعه من الاس تي ام 4. الاي 1 بتاعها كام؟ الاي 1 2 ميجا بت بير سكند والتي 1 1.54 ميجا بت بير سكند. لو عايزين نشرح لكم شويه بس مش عارفين الفرق بين الاثنين يا شباب ولا ايه؟ عارفين الفرق ولا مش عارفين؟ ده واحد دي ريجن ستاندرد ده امريكان ده 32 تشانل واحده كنترول واحده سيجنالينج دي 24 تشانل واحده كنترول واحده سيجنالينج ان التشانل واحده سرعتها 64 وانا سرعتها برضه 64 كده 24 في 64 في 4.5 تقدر 32 في 64 يطلع لك 2.054 ميجا بت بير سكند. حلو الكلام؟ دي الانترفيس. عندي بقى بعد كده انترفيس بقى هنا اي بي سي دي اي وكده ايه بالتتابع برضه بنفس الميكانيزم لاب دي و لاب دي و اي 1 تي 1 فيزيكال. هي خلينا نتكلم بقى على كنت رايق قوي انا بعمل برزنتيشن اند اوف ذا رود. سكند جنريشن كونكتنج لينجوال كان كومباتيبلتي كومباتيبلتي كونكتنج لينجوال فيرست جنريشن مثلا دريم ما بيكام كنت رايق او قالب فيه مش عارف الفيل هو فيل الازرق عشان الفيل الاحمر ده مش رايق خالص. ايوه بالظبط فيل الازرق في فيل احمر مثلا لا في روايه في روايه اسمها فيل الازرق عارفها؟ بقراش في سد كده؟ في سد كده انا زمايلي بقى عيال مثقفه جدا
بس هو المشكله انت عندي شويه استحمى اقرا ازاي بجد يعني انا وصلت يا ولد لازم انت بعتنا ليه طيب طب ما ده حديد يا عم الحاج ما مسكتش برضه ده حديد مش ده لما ده بيمسك في المشكله في مشكله الجي اس ام في الداتا سيرفيس ليميتيشن وان هو لما جينا نقول ندي لليوزر اكتر من تايم سلوت كان سيركت سويتشنج وان هو كان بيحاسب الناس بتوع الداتا سيرفيس ان هو تايم بيز تشارجنج جه بعد كده نتكلم على حاجه اسمها الجي بي اس بقى ده كان فيه انهانسمنت للداتا ترانسفير كابابيلتيز حط سيرفيسز جديده ما كانتش موجوده في الجي اس ام زي الانترنت اكسسنج حط نيو كايند اوف داتا بايبنج او بروتوكولز جديده زي الجي بي اس تانلنج بروتوكول او جي تي بي بروتوكول بقى هو اي بي نتوركينج اصلا بقى فيه كوالتي سيرفيس كاتيجرايزنج باكيت سويتشنج بيور باث للداتا سيرفيسز اوعى تنسى الكلمه دي باكيت سويتشنج بيور باث فور داتا سيرفيسز ما بقتش احمل الداتا سيرفيس على سيركت سويتشنج نتورك خالص سيركت سويتشنج ده بقى طريق والباكت سويتشنج ده بقى طريق ثاني تماما افيشنت يوزج اوف انترفيس طبعا لما بقيت بعمل شيرنج الداتا تقدر تاخد ال 8 تايم سلوت من غير ما يبقى فيه ريسورسز ضايعه طب تيجي ازاي يا باشمهندس هاخد ال 8 تايم سلوت من غير ريسورس ضايعه اصل انت تاخد ال 8 تايم سلوت دي شيرنج معانا استنى ممكن كلنا نشير في نفس ال 8 تايم سلوت فوليوم بيز تشارجنج بقى ريحنا كتير قوي من انت بقيت بتخش على الضيق الارض بتاع البيت دوت عقبال ما صفحه الياس تتحمل بسرعه 56 كيلو متر في الثانيه تقعد ساعتين ثلاثه والراجل احنا كلنا عشنا فتره الفواتير اللي بتيجي عاليه جدا لما كنا بنستخدم كلنا الضيق الارض يعني بيتفش في الفواتير يعني هو كان تايم بيز لا ده حل لك المشكله بقت فوليوم بيز اولوز كونكتنج انت اكيد موجود انا لو خدت مثلا انا معايا كنت جي وبعمل مكالمه وعايز افتح انترنت مش هينفع اعمل كده مع بعض صح؟ ايه ده زي ما قلنا هو انا عندي جي بي اس 3 ترمينال كروس عندي بلس اي ترمينال بلس بي ترمينال بلس سي ترمينال بلس اي ترمينال تقدر تعمل سيرك سويتشنج باكيت سويتشنج ات سيم تايم يعني لما يبقى معاك داونلود يجي لك فويس كود الداونلود هيمشي مفيش اي مشاكل خالص بلس بي ترمينال هي عندها بتتكلم على سيرك سويتشنج باكيت سويتشنج سيرفيس بس ايه بس الباكت سويتشنج بيبقى فيه بوزنج والسيركت سويتشنج اسكيب او يو كان ميك ا بريفيرد ليست اوف سيرفيس وين وي هاف ا سيركت سويتشنج يو كان جيت ذا باكت سويتشنج اور رايت ويت ده تمام كده بلس سي ترمينال اللي هي باكت سويتشنج اونلي ويتش توكينج اباوت يو اس مودم اوف انترنت اكس او يو اس بي ستاك اوف باكت سويتشنج لا ما هو سيرك سويتش يقول لي انت ما ده مش الجي بي اس اصلا يعني انا رحت صح يعني انا رحت لو تايم سلوت من الجي بي اس تايم سلوت من الجي بي اس مش نفس التايم سلوت بتاعتي كويس واحده ثانيه لا بقدر اديك اكسترنال ريسورسز عشان تقدر تسبورت الباكت ريسورس وتعمل لك اثنين بيجنج وبتعمل لك اثنين سيجنال وبتعمل لك اثنين داتا بيز اكواريوم وبتعمل لك اثنين بيلنج وبتعمل لك اثنين كل حاجه طبعا. هو شبه لسه ما اتكلمش على بندات جديده خالص. ونفس الـ انترفيس نفس كل حاجه. يبقى انا باخد تايم سلوت من واحد تاني، يعني بخش مثلا في تايم سلوت بس نفس الـ 8 تايم سلوت. هو يعني كان في يوزرز. ايوه. الاثنين كونكشن قلنا، الاثنين سيجنالينج، الاثنين داتا بيس اكويرنج، الاثنين تايم ستاتس، الاثنين كل حاجه. تمام. يبقى كده لما بيبقى معايا باكيت سويتشنج وداني سيرفيس هيحصل ايه؟ على حسب نوع التيرمينال اللي معايا. ممكن الداونلود يقف. ممكن الداونلود يكمل ممكن الداونلود يقف لغايه ما خلص المكالمه ويكمل بعد كده ممكن ما ينفعش تعمل اصلا فويس لان هي يو اس موديل دي بتاع الداتا اونلي سيرفيس اسمها كلاس سي كمل طيب تعالوا نتفرج بقى على شكل الاركتكشر حصل في ايه في الجي بي اس انا في الجي بي اس حطيت سيركت سويتشنج زي ما هو وزودت باكت سويتشنج كور نتورك جديده بقى عندي حاجه اسمها اس جي اس ال وعندي حاجه اسمها جي جي اس ال. الاس جي اس ال دورها ايه؟ زي الاكس جي بتعمل؟ فورورد
ما بين 3 بي تي اس وانت بتتحرك ده اسمه ساعتها سيرفر سيلكشن. لو معاك فويس وبتتحرك ومعاك فويس كول دي ساعتها اسمها هاند اوفر. هنا اسمها ايه؟ الفويس سيرفر سويتشنج في ان السيرفر سيلكشن غير الهاند اوفر ديفينيشن. اما في الباكيت سويتشنج فالهاند اوفر ديفينيشن هو نفس السيرفر سيلكشن ديفينيشن. ليه؟ انت مش واخد ديديكيتد لينك ليك وانت باكيت سويتشنج ما عملتش ديسكونكت وكونكت ولا بيحصل لا خالص. انت في بافرنج اوف انفورميشن. البافرنج ما بيطلعش ديسكونكشن بروسس. فهو السيرفيس سيلكشن هو باكيت سويتشنج ديفينيشن اوف هاند اوفر بروسس. انا اسمع يعني هو حد براحته متوصلين ببعض ولا لا؟ لو مش متوصلين ومتوصلين كلهم بالجي جي اس ان يو كان ميك ذس انترفيس اللي هو اسمه مش عارف موجود هنا ولا لا الانترفيس ما علينا اللي هو الجي ان انترفيس. يعني الجي ان انترفيس ده تقدر تعمل بيه ترانسفير للداتا ما بين اي هاند ما بين اي نود واي نود تاني بافرنج اوف انفورميشن وريسيليكشن بروسس تبقى مظبوط. على الجانب الاخر لو انت مش عارف الانترفيس دوت انت ممكن اصلا لو تنقل بيه سي بي اس ما تعرفش تعمل انترفيسز. حتى كلاس A وكلاس B وكلاس C معتمدة على الانترفيسز اللي هنا بقى. يعني لو انت ما عندكش الجي اس انترفيس دوت مش هتقدر يبقى عندك حاجه اسمها كلاس A انترفيس. ان عمرك ما تقدر تستقبل فويس وداتا مع بعض حتى لو موبايلك كلاس A انسى عمرك. طيب ده شكل ممكن عادي تاني ايه دول السيشن ال السيشن مانجمنت هي عمليه
فتح اللينك وبين موبايل سيشن اس دي اس ان الراوتنج مانجمنت عمليه نقل الباكتس من مكان لمكان عشان يوصل لك. الموبايل مانجمنت هي الهاندلنج بتاع اللينك في اثناء حركه التليفون من نود لنود. ده بقى الشكل الحقيقي للاس جي اس ان والجي جي اس ان. واحنا لو نزلنا ستار من دول هتفرق جدا. ده شكل جي جي اس ان فعلا. وده شكل بقى ايه الاكويبمنت الكامله. دي سيسكو اللي عاملاها اسمه 7200 جي اكس ار ودي شغال منها فودافون. الاكويبمنت دي حقيقيه موجوده في فودافون. نص متر يعني. طيب الايدج بقى معروف بان هو انهانسد جي بي ار اس او ايدج يعني او انهانسد داتا ريت فور جي اس ان ايفولوشن. الايدج دوت بيعتبر هو الابل 3 جي تكنولوجي ودوت كان حصل له ديبلويمنت في 2003 والايدج دوت ما بيحتاجش اي نوع من انواع الهاردوير او سوفت وير تشينج على الجي اس ان نتورك ولكن هو بيجدد او بيابديت الاير انترفيس بتاع الجي بي ار اس بحاجتين. بيجدد الاير انترفيس بتاعك او بيزود داتا ريت ديستانس بحاجتين. الفيرست ايشو اللي بيعمله ان هو بيغير الكودنج سكيم بتاعك. بدل ما كان هو كودنج سكيم واحد او اثنين او ثلاثه او اربعه في الجي بي ار اس انا بقى عندي خمسه وسته وسبعه وثمانيه وتسعه. غير ان انا كنت شغال في جي بي ار اس جاوا سمينه وشيفت كلين بقيت شغال في الايدج على 8 بي اس كي. الريت بقى عندي في الايدج وصل لكام؟ الريت وصل في الايدج ل ماكسيمم ريت 473 كيلو متر في السكند. تمام؟ 48 تايم ستوبس يعني الايدج كان كاري افاندويتس اب تو 236.8 كيلو متر في السكند وذ ام تو ام ليتنسي اقل من 150 ملي سكند فور 4 تايم ستوبس والثيوريتيكال ماكسيمم 473.6 كيلو بت في الثانيه 48 تايم ستوبس ان باكيت مود. هو الجزء ده كام؟ عند 4.8 4 5 6 7 صار ما حد بيجي اكتر من 4 وانا عمري ما بعمل كونفجريشن على تير اكس 1 اكتر من 4 اصلا فانسى حته 8 دي خالص. حاجه نظريه مش نظريه. هو انا هديك 8 طب الفويس فين؟ ولو انا عملت كده هي الفكره في ايه؟ بص يا سعد انا هديك تاسك دلوقتي عندنا 4 تير اكس 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 فكر معايا ان انا عايز احط بي سي اتش كنترول وباك الداتا ترافيك شانل. الحل بتاع ان انا اجيب 8 تايم ستوبس دي معناه ان انا الحل ده كله بي اس اون. بي اس اون والنيجاتيف بي اس كمان. والحل دوت مش افيشنت قوي. ليه؟ لا الحل ان انا اخلي كل تي ار اكس شويه دايناميك الوكيشن. الحل ده بعمله لما بيبقى عندي هاي كونجستد سيل بي اس. الحل ده بعمله لما بيبقى عندي حاجه اسمها تي بي اف استابلشمنت فيلير ديو تو نوت شانل. ساعتها بفتح دي لمده معينه لغايه ما اطلب ان يحصل اكسبانشن واحط ال اكس 5 حل مشكله النوتش. طب في النورمال بيهيفير لا انا بقول ان اول اثنين دول كنترول اول ثلاثه دول فويس ديديكيتد اخر ثلاثه دايناميك ما بين الفويس وبين الباك داتا ترافيك تشيك.
تعمل بلانينج اصح ان هو يعمل انهي خطوه، يعمل الخطوه دي ليه؟ لان انا بدفع الناس دفع ناحيه ان هم يستخدموا الباكت سويتشنج في جي، وبقلل الناس بشكل كبير يوم عن يوم ان هم يستخدموا ال 2 جي از باكت سويتشنج سوليوشن. فالهدف ان انا اخلي الجي اس ام يبقى فويس كول اكتر منه ما يبقى داتا سيرفيس، فلازم احط دي دايناميك عشان وقت بطلع سايت جنبيها 3 جي يبقى دول يستفيدوا بالفويس ودول وكل الدايناميك بي اس ترافيك يروح لي ل 3 جي. امتى بستخدم ديديكيتد كونفيجريشن؟ لما يطلع لي حاجه اسمها تي بي اف استابلشمنت فيلير دو تو نوت شان. تي بي اف اللي هي تمبري دوك فلو اللي هي الفيرست اوف باكيت سويتشنج زي تايم سوت بتاع الباكيت سويتشنج اسمها تي بي اف، وليها اي دي زي تايم سوت ايدنتيفاير اسمه تي اف اي. يعني احنا قلنا ان احنا بنعمل شيرنج في تايم سوت صح؟ محدش سالني انا اعرف منين التايم سوت دي بتاعتك ولا بتاعتي؟ دي مبعوثه على نفس الداتا اللي موجوده على التايم سوت دي بتاعتك ولا بتاعتي، دي مبعوثه على نفس التايم سوت نمبر، مبعوثه على نفس الفريكونسي، مبعوثه على نفس تاريخ. هفرق بينه وبينك ازاي؟ محدش جاله السؤال ده في دماغه. بفرق ازاي؟ لان البلوك اللي جاي لك بحط له تي اف اي رقم واحد، وبعرفك ان انت هتسمع الاي دي بتاع واحد، والاي دي رقم اثنين بتاع زميلك الثاني اللي مشاير معاك في نفس التايم سلوت، والاي دي تي اف اي رقم ثلاثه بتاع يوزر ثاني مشاير معاك في نفس التايم سلوت. ساعتها الموبايل لما يقرا الاي دي بتاعه اسم تي اف اي يعرف الاي دي بتاعته ولا لا، ويقدر يكومنيكيت ويعمل شيرنج التايم سلوت في الباكيت سويتش. اما في الفويس فهي ديديكيتد تايم سلوت، مش محتاج احط حاجه اسمها تمبري بلوك تمبري فلو اي دي. التايمينج سينكرونايزيشن ده بيبدا في بدايه البيجي كونتكست انكريبشن. انا بتفق معاك هتبعت لي كل قد ايه، ولو في اي نوتيفيكيشن بعمل لك بيجي كونتكست انكريبشن نوتيفيكيشن اقول لك علي سرعه الترانسميتنج او قللها اكوردنج للي بيحصل في السيستم. طبعا ده ممكن تقعد 10 فريمز انت بتعمل ايه؟ بس يعني سكارف جديد سكارف سكارف ما تعرفش ازاي ده؟ سكارف احنا لوحدينا النهارده ما عملتش نفس السكارف من زمان. طيب ماشي انت واخد الصوت ده رقم مانتج ولا مانتج؟ لا لا اللينك يجي لنا احنا بس نفس السكارف ده. ايه السكارف ده؟ اهو كفايه ايوه كفايه يعني كفايه بس طيب ده شكل الداتا ريت. وقت ما تعوزوا بريك يا جماعه قولوا لي. كمل 12 نقطه بريك. 11 احنا بادئين 9 و10 انا جايلكم بدري النهارده. طيب سنة بتقلع يعني. بتقلع ولا ايه؟ بتقلع. ده بريك. عايزين سريش ليه؟ كيف بس ده صراحه فيديو كول حصل لك تاتشر كده يعني حاجه على عايز ايه عشان سؤال الفيديو كول كان موجود على ال 3 جي؟ لا خالص. لا بس فيديو كول. لا بي اس ايه بي اس يا معلم؟ تمام مشكله باكيت سويتشي. طب ما هي يا ابني فيديو كول انا بس بين سيرفيس سويتشي اي حاجه. طيب كم على الفيديو؟ طبعا على الفيديو. على الايدج قصدك؟ تبعت فيديو يعني ايه بس عشان اسجل فيديو مثلا وبعد في عندك ام بي جي فايل ترانسفير بس كان مواد معينه انت ممكن ترفع لينك على صفحه داخل ايدج كونكتد ومحدش قال لي هيقول لك حاجه. ده لينك رقمي دي وشو اسمه برضه عارف انت
ابلود يا جماعه باكيت سويتشنج ابلود انت عارف انت اللي دايما مستر زي الام اس اه لازم احنا عندنا ام بي جي فايل من 1 ل 4 وكل واحد ليه ليميتيشن في السبيد فعلا والسايز كان بيجيب الاسم بس يعني الليميتيشن دي جايه بس عشان ما تحتاجش فلوس كتيره وتحمل على النت في حاجه الباورز برضه بتاعت جي بي اس كانت مختلفه خالص عن الستورج والاس جي اس اس جي اس اس ابجريد اللي حصل في الفايل بتاع ده في 5 ثواني في الوقت ده 5 ثواني فرق اه انا بقول لك عندنا اربع عام ام بي جي ام بي جي ده اللي هو الفيديو ايه؟ انا عايز اقول لك ازاي طب ناخد بريك طب يعني ناخد بريك لو توريك يعني يلا طب خلاص يا عم ده اتعلم يلا برنت سكرين بقى عشان اي كلمه اوريك بيعمل بوتنج منين في سنه هيبقى انا في الاسبوع ماشي هو اخر الاسبوع هو نرجع تاني ونتكلم على اتفضل يا باشا تعالى مش هنسيب اللابتوب هناك نرجع تاني نقول احنا ليه محتاجين في ار تي اس هننكريز الكباستي هنانتروديوس نيو سيرفيسز هننكريز الكباستي هنintroduce new services the data rate ماشي ممكن نقول ال CDMA benefits بقى عموما اللي هي ال voice quality بيترجم مين النقط؟ هذا النقط؟ Voice quality, security, يعني اليوم ده لسه هيدينا الفانكشنز دي قال لك consumer demand for wideband services, mobile transaction, wireless postcard, imaging transfer, video transfer, كان بيقول عليه الراجل ده, increase network capacity كمان ان الترند بتاع الداتا يوسج بقى في فتره من الفترات بقى هو نفس الترند بتاع الفويس يوسج وبعد كده كمان بقى اكتر من الفويس يوسج عندي كمان ان ال 3G دوت شغال فيه سيرفيسز مختلفه فلقينا ان اكتر سيرفيس محتاجينها اللي هي الداتا سيرفيس او الايه او سوري بنستخدم حوالي 50% للفويس و 25% للداتا و 10% للنون ريال تايم فويس اللي هو فويس اوفر اي بي و 10% للمسجنج 5% فيديو كول ويمكن اقل لو اتكلمنا عن الداتا ريتس اللي احنا محتاجينها عشان نشتغل عندنا حاجه اسمها فيديو كونفرنس دي بتحتاج اعلى داتا ريت بير سكند عندي فيديو تليفون ده تحتاج داتا ريت اقل لكن عايز ريال تايم ابلكيشن تيلي شوبينج او الكترونيك نيوز بيبر ايمجينج ساوند فايل ترانسفير او فيديو فايل ترانسفير تيلي بانكينج او فاينانشال سيرفيسز دي وقفت في مصر بس عشان السكيورتي بتاعتها مش مضمونه لكن دي موجوده في كل دول العالم تقدر تعمل كاش ترانسفير عن طريق الموبايل داتا بيز اكسس انفورميشن سيرفيسز ايميل وفويس كولز هنتكلم بقى على كاتيجرايزد احنا عندنا اربع انواع من السيرفيسز اتقدمت جديده في 3 جي كونفرسيشنال سيرفيسز ستريمينج انتر اكتف وباك جراوند كونفرسيشنال سيرفيسز وستريمينج انتر اكتف وباك جراوند كونفرسيشنال سيرفيس ده نوع السيرفيس الوحيد او السيرفيس كاتيجوري الوحيد في 3 جي الوحيد اللي شغال سيركت سويتش وده فيه فويس كول وفيديو كول نقول عليه ريال تايم سي اس اما الستريمينج فهو شغال من ريال تايم و
سويتشنج في فيديو ستريمينج في اوديو ستريمينج. الانتراكتيف برضه باكيت سويتشنج فيها كمان جيم وفيديو وويب براوزنج. الباك جراوند دي بتعمل لها باك جراوند ليه؟ عشان وانت بتعمل داونلود تقدر تعمل اي سيرفيس ثانيه على الانترنت فتسمي الباك جراوند سيرفيس. واونلاين جدا اقدر اعمل حاجه اونلاين ولا لا؟ ايه؟ اونلاين جدا المفروض ايه؟ اونلاين جيم انت تخش على نتورك اونلاين مش لوكال نتورك تقدر تلعب عليها جيم مع حد تاني زي فيسبوك زي الجيمز اللي على فيسبوك. في جيمز على فيسبوك اه. واحنا هنا بنتكلم على اونلاين جيم هاي ديفينيشن هاي سبيد. مش هتخش تلعب مثلا مع حد سوبر ماريو. لا بتكلم جد هاي ديفينيشن هاي سبيد. هاي ديفينيشن فيها جرافيكس عاليه يعني داتا ريت لازم يبقى قوي جدا. بروسيسنج جريت لازم يبقى عالي جدا. هاي ديف ريت او هاي ريسبونس هاي سبيد يعني مقصود بيها سينكرونايزيشن. يعني ما تجيش مثلا تلاقي حد بيدل في اونر على الانترنت وعقبال ما لا هاي ريسبونس لعب زي دي ما كانتش ابليكابل على الاونلاين جيمز اللي قبل كده او قبل 3G. دي الاربعه سيرفيسز اللي ما كانتش موجوده اللي تم تعديلها او تم اضافتها لاول مره في ال 3G. الاركتكشر بتاعتنا بتاعت ال 3G هي دي. انا عندي راديو اكسس نتورك. راديو اكسس نتورك دي مقسومه لحاجتين. حاجه اسمها جي ران اللي هو الجيبر جي اس ام اتش ران واليوتران. اهم حاجه هتشوفها على الاكسس نتورك اليوتران الجديده دي فيها حاجه جديده اسمها نوبي وفيها حاجه اسمها جديده اسمها ارمزي. ليه هنا دون او غير جيبر اس احتاجت ان انا احط اكسس نتورك جديده؟ البساطه الجديده اكسس ده انا عندي اكسس تكنيك جديد اسمه سي دي ام اي. عندي اكسس تكنيك جديد اسمه سي دي ام اي يبقى انا احتاجت احط اكسس نتورك جديده تتكلم سي دي ام اي. تاني حاجه الاكسس نتورك الجديده دي اللي هتتكلم سي دي ام اي لازم تقدر تديني الابلكيشنز بتاعت سي دي ام اي او 3G بقى وايد باند سي دي ام اي. هو لسه مين هنا وايد باند سي دي ام اي؟ وايد باند 5 ميجا 5 ميجا وده وايد باند. ليه سميته سي دي ام اي؟ ان هو مبني على الكودنج سيستم بتاع السي دي ام اي. نرجع تاني انا بحط نوت بي جديده تقدر تسبورت الكودنج سيستم الجديد وبحط نوت بي تقدر تتكلم سي اس وبي اس. الكلام ما كانش موجود او يعني كان موجود في البي تي اس لكن البي اس سي ما كانتش بتتكلم بي اس. كنا حطينا لها حاجه اسمها تي سي يو بان كنترولر. هنا انا اقدر الار ام سي بتاعت اللي هي اي مكان البي اس سي تقدر تشتغل سي اس وبي اس من غير ما تحتاج اديشنال هاردوير اسمه بي سي. يبقى انا حطيت نود يقدر يفهم سيرفيس سويتشنج وباتر سويتشنج وحطيت نود يقدر يتكلم على اكس جنيه جديد اللي هو اسمه سي دي ام اي بالوايت فاي. بي سي هو الداتا كنترول عشان الجيبر اس اه البي سي سي عشان تقدر تسيرف الجيبر اس لازم يبقى فيها بي سي. اليوم تسمع ما تقدرش تكون كنت عارف الراديو فين كنت اه بالظبط يعني كله زي ما هو بس اه بالظبط. هو غير في الكور بس لسه هقول لك عمل ايه في الكور بس يعني مش في البيزك اركتكشر. عايز افهم صوت ايوه ما عندوش الفيشن ده كلام مختلف صح؟ الاركتكشر طبعا غير هو كده كده غير الكور غير الاتش ال ار. الاركتكشر عندنا طول عمره بيشتغل في الاكسس. الكيز هي اللي بتسجل في الفي لارج اتش ال ار. ده هيعمل ابديت للبروفايل بتاعك بيتش بار وديلر. مش هيحط حاجه جديده يعني مش هيجيب هيبر جديد. هيغير في سوفت وير مثلا هيغير في الانفورميشن بتاعتك اللي متسجله في الديلر وكمان هيغير الكيز اللي متسجله في السيم كارد. عشان كده السيم كارد بتاعتك اول ما تحط ال 3 جي موبايل يقول لك اعمل لها كونفجريشن. كونفجريشن دي يعني ايه؟ يعني انا بجيب لك ابعت لها الكيز الجديده اللي متسجله عندها وابديت الديلر بتاعك او الاتش بار بتاعك في الفايل بتاعك بيتش بار. فيحصل ابديتنج والانت السكيورتي عندنا سايكلينج في 3 جي يبقى في الاكسس نتورك بس. لان الداتا بتمشي في باقي النتورك انسكيور. الاكسس نتورك؟ اه
لاكس نتورك بس هو اللي عليه سكيورتي. ما كان بس هو بيعمل سكيورتي غير اللي كان في جي اس ام. ايوه انا قصدي اللي هو التكنيك الثاني ده هيبقى ابديت. لكن الابديت اللي ده مش هنحط نود جديده تعمل سكيورتي. هو عمل ابجريد للاركتكشر اللي فات وحط نود جديده. اه. طيب يعني النودز البي دي اس وبي اس سي وبي سي وكل ده موجود لازم تمام وحط الجزء بتاعه ايوه طيب الكونكشن دي مظبوطه يعني انا مثلا اه ايه اصل ده كده يعني الموبايل ستيشن بيكون بيفتح سيشن مع الجي اس ام سايت والتحمل الثانيه مع يفتح سيشن ثانيه مع النودز لا امال ايه هو يا اما الموبايل بتاعك يا اما يبقى 3 جي يا اما يبقى 2 جي يعني الموبايل بتاعنا يبقى في السيتنج بتاعه كده حاجه اسمها نتورك سيتنج بيقول لك اختار يا جي اس ام يا ام اس يا 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 اوتوماتيك اوتوماتيك اللي هو يا ده يعني ممكن تسيب الحوار ده فورسد وده فورسد وبعد كده في هنا حاجه اسمها اوتوماتيك سيرشنج يعني يلاقي ده احسن يكونكت عليه ده احسن يكونكت عليه لو انت جي اس ام فورسد انت مش شايف دول لو انت يوم تيس فورسد انت مش شايف غير دول مش كونكت غير على دول لو انت مانوال ساعه لما الجي اس ام احسن لك انت مش شايف غير ده وساعه لما اليوم تيس يبقى احسن لك انت مش شايف غير ده فانت عمرك ما بتكونكت على دول جي اس ام في نفس الوقت لو انا مثلا بتكلم فويس جي اس ام وبدلوها هتدونها على جي اس ام برضه ما انت موبايلك مكتوب فوق ايه؟ 3 جي يبقى انت كونكت على 3 جي توتال سي اس وبي اس مكتوب جي انت جيب الريس داون لودنج باكت مش مكتوب حاجه انت موبايلك جي اس ام او صعب يكتبوا 2 جي بس طب ايه الكيس اللي انا اكتب فيها على النوت بي واقف على ام اس سي كيس سي اس فويس كول سي اس اي وكيس بي اس داتا كول انا بستخدم الار اف بتاع ال ال 3 جي بس انا بستخدم الكوريتور بتاع الجي اس ام ايوه دي اسمها ميوز الجي بي ار اس كونكت ودي اسمها اد نيو راديو اكسس فيكتور والتي تسمى بنيو تراب اتش ال ار هيحصل له الداتا وفيوزر والبي يونيفايد هتحط النيو سيرفيس بتاعتك انت كنت الاول راجل فويس بس هنحط في الاتش ان ار ان انا ممكن اشتغل معاك باكت سويتشنج كمان هيتسجل السكيورتي الجديد بتاعك اللي كان فويس بيسالني عليه هيتحط يعني وهكذا حلو الكلام؟ السيستم ده اتحط عشان حطيت بقى نتورك كبيره لا موجود من زمان في جي اس ام فيها اس اس اي اتصالات فيها جي اس اس اي اتصالات فيها اس اس اي جهاز اي سيستم كوميونيكيشن فيها اس اس اي سيستم اي سيستم جي اس ام فيه جي بي اس فيه 3 جي فيه 2 جي كل حاجه دوت اللي بيخلي حد زي ده يكلم حد زي ده مش الانترفيس ولا بيعمل مين اللي بيكونترول بقى الانترفيس دي وبيحط عليها جزء السيجنالينج ما هو الانترفيس بيفهم ترافيك وكنترول مين اللي بيخلي الكنترول يا كنترول يا كنترول مع سيجنالينج اس اس ال مين اللي بيحدد السيجنالينج ده ان باند او باند اس اس ال كان عندي ريليز ثانيه بعد الريليز اللي احنا كنا بنشرحه ده كان اسمه ريليز 99 هو مين دول ده بوكيمون ده حضرتك بنسجل مين دول والله؟ بنسجل بقى خلاص انا صورة كنت صغير يا ليه وين؟ طيب ليه عيد كده؟ عيد يا ابنك ايش حق؟ والله حق عيد حق طيب اشتري اللابتوب بتاعك تاني مش هديك اللابتوب تاني ريليز 99 كانت هي عندك ظهر بعد كده حاجه اسمها ريليس 4 غير في ريليس 4 هو احنا ما رسمناش هنا
البي اس اس مش معناه ان هي اتلغت موجود هو بس ما عدلش في ال ما عدلش ما عملش فيها حاجه بس البي اس اس موجوده ماشي نقدر نرسمها عادي جدا والناس تقدر تخش جي اس ام وهي معاها موبايل يكونكت ريليس 4 جي جي اللي انا عايز اقوله ان الام اس سي بقى حاجتين بقى حاجه اسمها ميديا جيت واي وبقى حاجه اسمها ام اس سي سيرفر قلت ودني حاسس ان هي مسدوده حاجه اسمها ام اس سي سيرفر وعامل حاجه اسمها ميديا جيت واي وعمل كده ليه عشان يديكريس اللود اللي حاصل على الام اس سي ام اس سي ده كان الاول شايل سيجنال وكنترول وترافيك الكلام ده وقت 2 جي وال 3 جي طب ليه؟ طب ما انا اعمل ام اس سي سيرفر يشيل سيجنال وكنترول وميديا جيت واي تشيل الترافيك وبالفعل ميديا جيت واي شايل الترافيك عندي ميديا جيت واي خاصه بالام اس سي وعندي جيت ميديا جيت واي خاصه بالجيت واي الام اس سي الباكت سويتش يكون نتورك زي ما هو الاكسس نتورك زي ما هي كل اللي عملته هو عملت موديفيكيشن على السي اس كونكتور اللي هو الام اس سي ده ميديا جيت واي والام اس سي اوه اتش اس دي ده التوصيف العلمي الدقيق لما حدث من تطوير في الاتش اس دي ايه على 3 جي هو 3 جي كان بيدينا من ثالث كام يا شباب؟ 3 جي بيديني داتا ريت بير يوزر 384 و 3 جي بيديني بير سنت 2 ميجا بالبرسنت وال 2 ميجا دي متقسمين على الفويس كول والفيديو كول والانترنت والداونلود والابلود والاونلاين جيم والفيديو تسمع على كل حاجة صحيح هو انا لما احول الموبايل بتاعي 3 جي والكلام فويس هيكلم فويس 3 جي فويس اللي هو سي اس سي اس فويس 12 فويس داتا ريت فويس داتا ريت 12.2 الفيديو 32 كيلو بير سكند 32 كيلو بير سكند ده السي اس ريت البي اس ريت من 128 ل 256 384 في بي اس 2.4 كيلو بت سكند على فكره انا عايز اعرف اسم الناس مثلا دول السيرفيسز دي كلها هو ليه ده كده؟ لان هو بيدي اليوزر وان تشانلايزيشن كود وان ريت المودريشن سكيم بتاعه كان كيو بي اس كي مفيش ماي ومفيش الاتش اس بي هيحل المشاكل دي كلها ان هو هيبدا يدي لليوزر شير ذا شانل ترانسميشن و شير ذا شانل دوت هيحصل فيه تو اوبشن دول ترانسميشن تايب انترفل
وفاست سكيدولينج عشان يسابورت شيرد شانل. هيبقى عندي لينك ادابتيشن هقدر انيبل على البيس ستيشن، يعني لينك ادابتيشن هقدر اغير في اللينك كواليتي وباور وبيت ايرور ريت وكارير تو الكود على الانترفيرنس ليفل كلها، هتبقى فيري ادابتيف على قرب وبعد اليوزر. من ضمن اللينك ادابتيشن اني عملت حاجه اسمها المالتي كودينج او المالتي موديليشن سكيمز. يعني انا ممكن اقول للناس القريبه ديت ياخدوا 64 كوال، والناس الابعد شويه يشتغلوا 32، ابعد شويه يشتغلوا 16، ابعد قوي يشتغلوا كي بي اس كي. ده جزء من اللينك ادابتيشن. الباورنج الباور اوفر اللينك بيتغير على حسب الماكسيمم السيل، يعني السيل الكلوزنج والبعد عن السيل. الهايبرد ارك دوت حاجه عملناها عشان احنا زودنا الداتا ريت، فالهايبرد ارك دوت بيقلل من الديلي الناتج من الايرور ديتكشن والكوركشن سكيم. احنا كنا قلنا ان الهايبرد ارك دوت كان بيشتغل على تكنولوجي ان هي حضرتك بتبعت الباكت لليوزر، واليوزر كان بيشوف فيها ايرور ما بيطلبش من حضرتك ما بيرميش الباكت اللي بايظ ويبعت ويطلب من حضرتك اعاده مره ثانيه للترانسميشن، لا ده بيخلي الباكت اللي فيها جزء من المشكله او فيها برسنتج مش شغال كويس، ويبدا حضرتك تبعت له ثاني باكت جديده، ويبدا يقارن ما بين التو باكتس بحيث ان هو يجيب احسن ما في التو باكتس، فيقلل التايم ترانسميشن انترفل، بيقلل الويندوينج بتاع الريترانسميشن بتاع الوان باكت. ما هو لو الوان باكت بتاعتي كان فيها وان بيت مثلا، كان فيها وان او وان فايل، بعت الباكت دي في ثانيه بقى سرعتها عندك 1 بايت بير سكند، بعتها ثانيتين بقى سرعتها 0.5 بير سكند، بعتها ثلاث ثواني، يعني بعتها ثلاث ثواني، بعتها مره ثانيه ثالثه الداتا ريت بتقل، لكن لو قللت النمبر اوف ريترانسميشن الداتا ريت هتزيد. مش كده استخدمت حاجه اسمها هايبر دار. هايبر دار بيقلل عدد مرات الريترانسميشن نتيجه ان هو بيستفيد من الباكتات اللي فيها مشكله، بحيث ان هو ما يطلبش منك باكت جديده كلها او ريترانسميشن كامل. ممكن لو الباكت فيها 20% بس بايظ وبعت له تاني هيقول لك خلاص كفايه، لكن لو لعبت الباكت كلها وبعت له مره ثانيه كان فيها 10% يقول لك لا ابعت ثالث، بعت مره يبقى 5% لا ابعت ثاني، لغايه ما توصل للايرور فري باكت. لا ده لما اعمل هايبر دار 10% دي يبقى فيها مشكله وبعت له الباكت الثانيه، اكيد الباكت الثانيه دي ما فيهاش نفس المشكله بتاعت ال 10%، يبدا يحط يقلل نسبه الخطا من التو باكتس لما يعمل كومبيرنج ما بين الاثنين. اخر حاجه اللي هو او استخدمت زي ما قلنا في اللينك ادابتيشن استخدمت موديليشن سكيمز مختلفه او هاي اوردر موديليشن سكيمز من اول 16 كوام 64 كوام. انا كان عندي هنا ماكسيموم كام كي بي اس كي. المايمو المايمو كمان بيقول ان هو يقدر يزود الداتا ريت بتاعه اليوزر بحاجه اسمها الماكرو دايفرستي بروسس. ماكرو دايفرستي بروسس وين وي ميك مالتي او ميني باث اوف ترانسميشن. لو عندك باث بيبعت ب 16 كيلو بير سكند وعندك باث ثاني بيبعت في نفس الوقت ب 16 كيلو بير سكند، اكشلي انت عندك داتا ريت بقت 32 كيلو بير سكند عشان عندك تو باث. تصور انت عندك اربعه ترانسميشن واربعه ريسيفنج كده بقى عندك 8 باثس. على فكره الناس مش فاهمه بالها ان احنا كان عندنا 3 جي 1 باث ريسيفنج وترانسميشن، فكان بيشتغل ريسيفنج وترانسميشن فكان بياخد من ده وبياخد من ده. لا ده انت عندك المايمو 2 في 2 انت عندك 2 بيور فور ترانسميشن و2 بيور فور ريسيفنج، فانت كده تعمل دبليكيشن للداتا ريت على الاقل بالمرتين بتاعت في الترانسميشن ومرتين في الريسيفنج. 4 في 4 يبقى 4 في الترانسميشن و4 في الريسيفنج. ده اسمه بص يا سيدي احنا انا جات لي معلومات. انا طبعا الحاجات دي مش يعني مش هبقى ملم بيها قوي في حتت كتيره، بس انا عايز اقول لك ان انا عرفت ان فودافون كانت منزله مايمو اول ما فكرت تعمل اتش اس دي بلس في مصر، ونزلت فعلا يو اس موديل كان موجود في الستور فور ترايل، يعني ان هي بتستخدم ال 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 مايمو في مصر عشان تعمل اتش اس دي بلس.
اول سرعه اتكلمت عليها كان 24 ميجا بت في السكند، والسرعه ديت لما نزلوا بيها المودم كان المودم غالي جدا. السرعه كام؟ ايه السرعه كام؟ 24 ميجا، 24 ميجا بت في السكند. السرعه ديت ما كانتش هي المشكله، المشكله عندنا كان المايمو المايمو فيزيكال لاير كان فيري 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 كومبليكيتد وكان كوستي جامد قوي، فكان اليو اس بي مودم سعره معدي 300 جنيه. فكانت الناس اشتكت فعلا لفودافون ان المايمو يو اس بي مودم غاليه فحت. المايمو اشتغل في اسبانيا، اشتغل في دول كتير اوروبيه، لكن عندنا كان غالي شويه. فقال لك هنستبدل المايمو بتكنيك جديد اسمه الدول سيل، الدول كارير سيل. الدول كارير سيل قال لك بدل ما تستخدم تو انتنس اثنين في اثنين اهو مايمو يعني، خلاص استخدم انتنة واحده يا سيدي بس، ابعت على ايه؟ اف ار اف اثنين. قدرت تعمل له ابلكيشن من وجهه نظر تانية. اف ار اف اثنين دوت محتاج اي انهانسمنت؟ نعم تمام. ما هو اصل انا برضه استغربت ان انا ليه بزود بعمل دبلكيت هارد وير، كمان ممكن كده كده الهارد وير بيبقى اثنين انتنة، واحده هارد وير واحد واحده هارد وير اثنين. لا المايمو هارد وير واحد، ما بينفع في واحد ده، ده كده بيقلل الكباسيتي بتاعته ازاي؟ لا لا خالص، ما في واحد في اثنين. طب انا ممكن ابعت فيزر على واحد اليوزر بتاع الاثنين كده، بيحصل اليوزر الواحد على اثنين بيحصل 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 بيحصل. بس هو احنا بنتكلم على سي دي ام اس سيستم، قول مش برضه هيعمل ريجيشن او على الاقل هيزود النويز؟ انا ما عنديش مشكله في الفريكونسي خالص وانا شغال سي دي ام، ما عنديش مشكله في الفريكونسي خالص وانا شغال سي دي ام، لكن انا عندي مشكله في الداتا ريت وانا شغال سي دي ام. اللي انا عايز اقوله ان انت لما بتعمل دول سيل ديت انت حليت حل تاني بدل المايمو تكنيك، والحل التاني دوت بيضمن ليك اليوزر الدبليكيشن بتاع الداتا ريت من غير ما يحتاج يعمل كومبليكيتد هارد وير. الزيرو بتاع الموبايل مش هيحصل له اي تغيير، ولا الزيرو بتاع البي دي اس هيحصل له اي تغيير، جاست ان انت تقول لهم يا جماعه احنا هنعمل ايه بانذر فريكونسي، عيدوا الفريكونسي بلاننج بتاعكم تاني وابديتوا السيلز اللي هي تبعت او السيكتورز اللي هيبقى فيها اكثر من سيل فور ترانسميشن. الدول كارير فور داتا يوسج وسيل كارير عشان اليوزر يعمل عليها فويس كورس. تمام؟ الحل دوت كان هو من ضمن الحاجات اللي حصلت انهانسمنت في الاتش اس بي اليوم تسع. انا بعد كده لما اسالك هو ايه الانهانسمنت اللي حصل على اليوم تسع عشان بقى اتش اس بي، مش بقى داتا ريت زادت، ما هو داتا ريت ما ماشي، ما داتا ريت زادت دي ازاي؟ هتقول لي داتا ريت زادت باللينك ادابتيشن بالهاير موديليشن سكيمز، داتا ريت زادت بالدول سيل سوليوشن، داتا ريت زادت سيبك بقى من مصر فيها ايه، مصر ما فيهاش ايه، داتا ريت زادت بالمايمو، الداتا ريت زادت بالشورت تشانل بالشيرد تشانلنج، الداتا ريت زادت بالشورت تايمنج ترانسفير او تايمنج انترفل بالفاست سكيدولينج. فاست سكيدولينج يعني انا دلوقتي اشير 1 شانل ما بين 5 يوزرز بزود سرعه لفه التشانل على 5 يوزر بحيث يزود داتا ريت اليوزر. طيب دي السرعات بتاعت الاتش اس دي، عندي 5 سيمولتينوس كود يدوني باليوزر 2 ميجا بت في ثانيه. نفس الخمسه انا ممكن استخدم الليزر بقى شويه بجد، انا مبسوط. صحيح حلو هتعرفوا مشكله عادي. طب هم روتين اصلا عشان بنلعب بعديها احنا ولا ايه؟ ايه لعبه؟ هو ما ينفعش يفك يوووو غريبه بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعه. فين ده؟ اه 5 اكواد مع 16 اكوام يدوب 3.6 ميجا بت بير سكند. 10 سيمولتينس كود مع 16 اكوام يعلى ريت 7.2. 15 سيمولتينس كود مع 16 اكوام ب 14.4. الريتس دي يا شباب في الدول لينك بس. انا الاتش اس بي ايه عندي هو انهانسمنت فور داون لينك باكيت اكسس، وعملنا حاجه ثانيه اسمها اتش اس بي عشان انهانس الاب لينك باكيت اكسس. فالريتس دي كلها بتتكلم على داون لينك، لكن الاب لينك لسه 384 زي ما هو. خلاص هو ال 5 سيمولتينيتي ده عشان اليوزر الواحد يعني 5 اكواد اه 5 اكواد لليوزر. قلت لك ان 3 جي كانت مشكلته بيدي 1 كود لليوزر،
وان راب اليوزر والموديليشن والمايند والحاجات زي كده. فرديت اكتر من راب بخمس اكواد اليوزر. السرعات دي هي الموست كومن بتاع ال اتش اس دي. يعني الراب الريديو اكسس بيرن اللي هي ما بين الكور نتورك والموبايل ستيشن اللي بتدي اتنين عليها السيرفس. الراب الراب يعني كل كود راب ولا ايه؟ لا الراب عليها مالتي كود. بص يا سيدي ما بين عندنا حاجه اسمها انتر ريكوردمنت وعندنا حاجه اسمها نود بي وعندنا حاجه اسمها ار ان سي. دي بينهم ريدي لينك ده بينهم ريدي فيرر الكور نتورك سي اس او تي اس. الراب دي الاثنين عليها سيرفس. السيرفس بتجيلك من هنا يا باشمهندس. السيرفس بتجيلك من كل نتورك. الراب اللي بتنقل السيرفس بتجيلك من كل نتورك. ريديو لينك ما بين اليوزر اكويبمنت والنوت بي. ريديو بيرا ما بين الار ان سي واليوزر اكويبمنت. ريديو اكس بيرا ما بين الكور نتورك سي اس او تي اس واليوزر اكويبمنت. ها حصل حاجه؟ أو يعني مش شايف عشان قول لي. طيب دي راب راديو اكس بيرا ما بين اليوزر اكويبمنت والام والكور نتورك سي اس او بي اس. يعني ما بين اليوزر اكويبمنت والام اس سي او اليوزر اكويبمنت والاس جي اس ام. ها يعني ايه برضه هي طريقه مش اسهل. قول يا عم رقم سبعه. يعني هو اصلا اي لينك بيبقى عباره عن حاجه يعني كاسكيد لينكس. انا عايز اوصل الكوردينيت بتوصل من دي في الاول من دي في الاول. لا انت عشان تبعت الكوست او تكلم النوت بي معاها ريدي لينك. ريدي لينك دوت هو في جزء لوجيكالي ابارت اوف ريدي اكسس بير. يعني الراب الجزء بتاع الراب اللي ما بين اليوزر اكويبمنت والنوت بي اسمه ريدي بير ريدي لينك. والجزء بتاع الراب اللي ما بين الار ان سي واليوزر اكويبمنت اسمه ريدي بير. والجزء بتاع الراب اللي ما بين او لوجيكالي بقى كل الراب هي لينك اوبننج ما بين اليوزر اكويبمنت والكور نتورك سواء كان سي اس او بي اس. الريديو لينك ليه قسمت بقى الراب لريديو لينك وريديو بيرر وفي الاخر حد يقول ساعه ماشي كده اوفر اول راديو اكس بيرر. لان الريديو لينك فيها مانجمنت للنوت بي ان هو بيعمل كود الوكيشن وبيعمل باور كنترولينج كلوز لوب ان لوب كلوز لوب يعني وبيعمل موديليشن سكيم ادابتيشن ولينك ادابتيشن وايرور كنترولينج على الريدلينك. ده جزء مخصوص بالانترفيس بتاع حضرتك ان التشانل سواء كان ديديكيتد تشانل او كومن تشانل فاست فاتش تشانل بقى او انسو. الريديو بيرر بقى اللي هي بعد الريدلينك ده جزء الكنترول بتاع الـ RMC على اللينك ما بينك وبين الـ MSC أو الـ SGSA. ما كنتش بقى حساباته الريديو بقى الريديو بيرر بقى الريديو بيرر دوت هو اللي بيحدد مثلا اليوزر مثلا هياخد أكواد عاملة ازاي. هو اللي بيحدد الـ Outer Loop Power Control في الـ Closed Loop Outer Loop Power Control. الريديو بيرر هو اللي بيقول إن اليوزر equipment دوت هياخد أنهي Scrambling وأنهي Channelization Code عشان يتكلم أو كم مجموعه من الاكواد ولا كام راد هدفتي عليه. فده جزء الكنترول بتاع الار ان سي على راديو اكسس بير. مؤخرا بقى راديو اكسس بير بقى از توتال هو اللينك اللي مفتوح بيجي عليه الفويس او الفيديو او الانترنت او الداونلود او الابلود او الايمج ترانسفير من الكور نتورك نفسها. فالراب هو لوجيكال لينك مفيش حاجه رابطه موبايل بفيزيكالي بالام اس سي. لكن ده لوجيكال لينك كبير كل نود بعد الام اس سي او اس جي اس ام بتكنترول جزء من اللوجيكال لينك ده سميته باسم الفانكشن اللي في النود دي. الراب ده لوجيكال لينك ما بين الموبايل ستيشن او اليوزر اكويبمنت والام اس سي او الاس جي اس ام. هذا اللوجيكال لينك في اجزاء بتكنترول من النودز اللي بعد الام اس سي. سميت الاجزاء ديت بالفانكشنز اللي بيعملها النود اللي بعد الام اس سي. يعني الريديو فيرر ده جزء من الراب. ايه بس هو مستجاي
لازم نشهد اللحظه التاريخيه دي. انا اصلا الباق وحش عارف شاشات الشاشات ال سي دي ما كانتش موجوده حتى هو مخصوص عشان نيجي نشوف عشان نيجي والله في حاجه شباب ده مش ايوه لا ونعمل الليزر ثانيه من ثانيه يا وزير ما يلحق ولا ما بتشوفه ممكن اخد بريك لك ايه ولاحظ على التصوير بسم الله ما تقلش معلش ولا ما في بتاع سامع عايز ايه ده هو ان انت قرار يطلب يلا خلاص خلاص يلا لا سيب بس تيجي ولا تبقى يعمل ايه بقى داخل بقى ده روكو ولا داخل انا هو ده هو ده الحكومه ايوه انا ده واحد مش عارف ولا حاجه يا جماعه عايز حضرتك تكتب اي حاجه هو انت شايف زي ايه مش عارف زي ايه يلا اقعد اتفضل هو صح بس ولا دي بس ولا ولا دي يا صاحبي انت بس سكت خلاص سؤال بس لو يوزر خد مثلا 7 بوينت جنيه الراديو تمام لازم ياخد لحد ما يقلش ولا دي طيب اه ده هنا اقول لك ان عرفته من الجيز ده طب شايف عليك ولا كبير انت مين بقى مين هو يلا 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 شربات العيال معايا ها انت مطلع على يا راجل ليه شربات ضحك ده لا يا سيدي سيب ما بينك قول يعني الراد ده ممكن يعني هموت انا هموت ليه ده بيصرف ده يعني لا والله باين لا لا ده بيجيب بص على بص على انا ممكن اخد بريك على بنش فور جي عشان ايه يعني انا ممكن المجازين بتاع اللي هو ايه عميل ايه كود عشان زي كود ان انا مثلا اهو او كود ان انا اهو عشان تستخدم على الاير انترفيس في اكواد وعلى الار ام سي اللي هو الايه الار ام سي انترفيس مثلا الار ام سي طب ده اسمه اي بي اي بي يا مش مهم سي اسمه اي بي انترفيس تمام الجزء اللي انا واخده من الانترفيس ده تمام على 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 ما بين الار ام سي بقى والام اس سي في حاجه اسمها اي اي بي سي اس تمام وفي حاجه اسمها اي بي بي اس فالراب هو الجزء اللي انا واخده من كل ايوه ده كل دول مع بعض سميناها راديو ليبل عشان دي اكواد وراديو انترفيس سميناها راديو بيرر عشان هي راديو كنترولنج على الار ام سي وسميناها راديو اكسس عشان هو اللي بيوصل الكول من اليوزر بالنتورك اللي بتديله السيرفس بصراحه هو انت دلوقتي يا باشمهندس لما بتعمل مكالمه فويس من النتورك جي اس ام عاديه خالص ايه يا باشا انا في ايه؟ لما بتعمل مكالمه جي اس ام عاديه خالص على جي اس ام نتورك مش احنا سمينا الجزء ما بين الموبايل والبي تي اس يو ام انترفيس هل ده يقدح في ان اللينك ما بين الموبايل ستيشن والام اس سي ليه اسم مثلا اي حاجه في الدنيا هنسميه اكس مثلا مش انت لما تيجي تعمل مكالمه يبقى في لينك بينك وبين الام اس سي ولا مفيش؟ في مشكله بقى ان احنا نسمي جزء من اللينك ده يو ام انترفيس يعرفنا ان الجزء دوت من اللينك راديو هو بس هو ده راديو لينك راديو بيرر راديو اكس بيرر
عايز ايه من الاولى؟ التفصيل بقى بينا مش الزراع ده؟ حلو طبعا عايز ايه؟ او دون ايه مش لا اكيد لازم تخش جوه ليه؟ شفت بقى؟ بس ده كده انت عملت الاستاذ رمى بالكوره ها في بعد كده نقدر نعمل نقدر بنفس التكنيكس دي يا شباب نقدر نعملها في قبل نعمل مالتي كود نعمل موديليشن سكيم هاير ونقدر نوصل للداتا ريت ال اتش اس بي 23 ميجا بت بس كمان سؤال ال 3 جي بي ما كانوش قايلين ان ال اتش اس بي و اتش اس بي 2 ماي حتى في الثاندر ريليشن كان قايلين ماكسيم ريت في ال اتش اس بي هي 14.10 ميجا وفي ال اتش اس بي كان 5 حاجه اللي انا عايز اقوله لك ال اتش اس بي ايه كل حاجه من دول ابديتنج ديفرنت ليز اشرح لك دلوقتي انا جايب كل الريليز عندي دلوقتي بس اللي جي بي هكلمك عليها في تيبل كده جامعه عنها كل ابديتنج ده ديفرنت ليز ال اتش اس بي ايه قدر الوساطه الجديده يستخدم نفس التكنولوجي وعلى الريت في الابديت ده عشان ايه ال اتش اس بي ايه بلس بقى جمع الاخر استخدم ماين مع هاي اوردر موديليشن او هاي اوردر موديليشن مع دول سل وخلاني اكتر من كود فقدر في الداون لينك ب 168 وفي الاب لينك يوصل 22 ميجا بت بير سكند ان اب لينك احنا بنتكلم في ريت ضخم جدا احنا الفي دي اس ال يا شباب وصل ل 50 ميجا بت بير سكند بس وفكس لكن لما بنتكلم على وايرلس و اتش اس دي اتش اس بي بلس يوصل ل 160 ميجا بت سكند اقول هل انا كان اكشولي اوصلش ل 80 ميجا بت سكند او 84 ميجا بت سكند 84 ميجا بت سكند ده ايفولوشن قوي جدا قدام الفيكسد سيموليشنز اللي موجوده تعالوا بقى نشوف ايه اللي بعد كده مش عارف هو ده الفكره طبعا انا طبعا بستنى على الفكره دي بس كل فريكوينسي شايف ديفرنت انفورميشن الفريكوينسي ديفرشي بقى بعيد الانفورميشن على فريكوينسي تاني بعد كده نيجي على التي يعني النبي هي عندنا بس هو اللي دخل البرودكشن ايوه انا بكلم مساله التكنيكال الهاسم الجي بي اس على الجي اس ان هتقول لي موديليشن سكيم وهتقول لي كود لا لا كود سكيم كودينج سكيم هتقول لي باكيت سويتشنج هتقول لي عملنا تكنيكال انالسيس بعد كده نودز جديد هقول لك اليوم لسه عم تشوف لسه هتقول لي عملنا حاجه اسمها اكتف سكيم جي اس ام سي دي ام اي سددنا وايد باند سي دي ام اي حطينا اكواد اشتغلنا على نيو اكسس نتورك اسمها يو تريند لما اقول لك يو تي اس ما اتش اس ايه تقول لي شكادولينج تقول لي ماينو تقول لي هاي ريزوليشن تقول لي لينك ادابتيشن اقول لك اتش اس دي بي يعني اتش اس دي ايه هتقول لي تعديل الابديت من الدوري اقول لك اتش اس بي اتش اس دي بي يعني اتش اس بي بلس هتقول لي هاي ريزوليشن على ستيم على ماينو على توصل تكنيك وصل معايا ليك مين دوري كمان انا عليك هو ما بين الداون لينك والاب لينك وعمل ايه يعني عشان لا يعني الداون لينك ده كان 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 سكيم كده فور موديفيكيشن لما جه بقى للاب لينك ابلاي نفس الكلام ده بس على الاب لينك بار تمام طيب شوت الصوره دي قبل كده متاكد الاحمر دوت هو مينلي الكوميرشالي ال تي اي نتورك كله السعوديه
دي كده اسمها بريد السعوديه. اه اتصالات هي من سبونسر للاهلي. فاتصالات بقى مسبونسر ودي فلوس بقى تعالوا بقى فرحوا الموظفين. اه وجابوا لنا قبل كده اسمه ايه ده المذيع ده اللي بيقعد يمرر كتير قوي ده محمود بكر. جالنا محمود بكر اول ما بص اول ما دخل يخرب بيت كده قال لي يا عم هم بتدور في كل حته ضربتوا عطوا على الله كده صورهم يا باشا كمان محمود صوره انا راضي يا الله العظيم. بس يا اخي انت جاي ليه يا كابتن؟ جايين يا عم كده ليه 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 الشيكات عندهم ما تغريش؟ ايه؟ انا جزئي ده الاول انت بتقلش مش انا جزئي لا 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 ايام ما كانش اول مره لعيب يكون اصلا اول مره كان عبد الله السعيد واحمد فتحي راح الاقطميه وناجي جدو عبد الله السعيد و دي جزر اليابان لا وفي فوق الخليج بقى حته كده ده تركيا دي تقريبا ده بيجربوها انت اكيد صح؟ الازرق الغامق دوت هو في اونجوينج ديبلويمنت صحيح يا جدعان ايه ده فليبيا عندهم؟ اه احنا قلنا الاحمر اللي هو ايه؟ خلاص شغال كوميرشال انت الازرق غامق دوت في اون جوينج ديبلويمنت هنلاقي في روسيا وفي الهند وشمال اوروبا اللي هو في السكه يعني كوريا وفرنسا جنوب افريقيا كوريا واليابان ليبيا مكسيك ليبيا غرب افريقيا مش عارف دي تقريبا كيفوار او غانا فديت كوميرشال ديبلويمنت او اون جوينج ديبلويمنت بيبلشر الازرق الفاتح ديت الدول اللي فيها الترايل بلاننج او بري كوميرشال يعني تمام؟ في عندنا حاجه اه طبعا الرمال ده اللي هو ما فيهوش اي حاجه خالص الرمال ده اللي هو ايه؟ طب هم لما سالنا حضرتك ليه ما فيش حاجات بتدرب ترايلز دي قلت لنا ما فيش بص هو اتصالات مفيش اي عرضيه في حاجه زي كده. امبارح انا كنت بنكر الكلام ده لغايه اخر مره كنا امبارح واحد قال لي ان هو جه التكنيكال فير ولا التكنولوجي فير اللي كانت عاملاها فودافون وقال لي وقعد يحلف ان هو ماسك اف اي موديل مشتغل عليه. قلت له انا كده هرجع للناس بتوع فودافون لان انا كنت عارف ان مفيش حاجه زي كده لان دي معلومه خطيره. معلومه خطيره جدا دي معناها ان الراجل لا مش قصدي كده. قصدي ان احنا كده قربنا خلاص من ال تي اي. 3 جي حصل له تراير مثلا في 2008 كان في بيت صح مصر. فايف وي توكينج اباوت ال تي اي تراير فودافون يعني احنا بنتكلم على سنه جايه فكر السنه دي لما تخلص يبقى عندنا ال تي اي. الكلام في ايه بقى؟ المعلومه خطيره برضه من وجهه نظر ثانيه ان احنا كان عايز اقول انا في يعني واحد قاعد معايا في الشقه شغال في كور في تيم الديتا قال لي انا جربت ال تي في المبنى اللي اسمه مبنى وبنيه كمان وما بقول لك احنا انا محتاج اتاكد من المعلومات دي انا زمايلي شغالين كور واكسس في فودافون بالذات قالوا لي انا بكلمك من المعلومه ديت ان هي شكلها ايه؟ يعني حاجه جايه من بره يجربوها عشان الفير ده تقدر في وزير مش عارف مين هو الباك المفروض
3 جي بي مش 4 جي بي لا 3 جي بي اسمها الاسم الانترنت يعني برضه الجيب برو بس في 4 جي بي لا مش 4 جي بي لا موجود والله العظيم عندنا ما عنديش ده انا مش لا انا عارف ان 3 جي بي دي اللي منزله برضه بليز انا قلت كده انا بقول كده بقول لا ليه دي بقى حاجه لوحدها اسمها 4 جي لا لا والله طبعا طبعا مش عارف ولا انا ما خدش لا لا وهكمل باللي انا عايز هكمل اللي انت عايز لا بس شفنا في 4 جي بي بقول لك والله شغال يا عم شغال فيه شغال فيه شغال فيه انا شغال فيه انا شغال فيه يعني يا عم في ناس قاعدين شغالين في ناس وما بيقعدش في ناس تعالوا بقى نشوف ال عندنا ريليز 99 وده ظهر في طبعا حاجات اللي بقى انا هفضل العب بقى على الكمبيوتر لو في شرح هطلع عشان تبقى كده يس اتكلم على ريليزز بقى اقول لك ايه هطلب عليك شويه عربي مصري ريليز هلو هطلع على الناس فعلا لا والله لا حلف خلاص ما حلف فكرني ان شاب كنا احنا بنتابع دي كان في الرياضه افتكرت كيف بيشوف كل حاجه دي يا مرتي كنت مره بعمل غير تسال كنت بشرح لواحد ازاي يعمل سي اس اي معاك ويس كول وانت 3 جي وتروح ل 2 جي مفيش العكس ما ينفعش معاك ويس كول وانت 2 جي تروح 3 جي لكن الطريق ده هو بس اللي موجود في مصر في العالم كله رايح جاي ما هو بس عشان كده احنا 2 جي بس اي حته 3 جي انت لو عامل موبايل اوتوماتيك وانت بادئ المكالمه 2 جي اتحركت في حته روح لقيت فيها 3 جي بقى احسن مفيش هاند اوفر في مصر اسمه 2 جي 3 جي هاند اوفر لكن في ريسلكشن طبعا 2 جي 3 جي 3 جي 2 جي اما في البي اس فمن 3 جي ل 2 جي ومن 2 جي ل 3 جي عادي جدا في البي اس اي ريت في البي اس اي ريت هو ال 2 جي في الفيزيكال اللي هو الفيز معين بقى جي بي اس الفيز معين طبعا دي اصلا مستوى الريت بتاعك بيكمل ايه بقى ايدج اه في مالك مستريجي مثلا لا في لما في حته في الاتش اه ايدج او شيبك اسمه الاثنين ريفيرد تو باكيت ان 2 جي سيستم شو بقى ايه ولا 3 جي خلاص ماشي هنا في 3 جي كويس قوي انت لما تبقى ديديكيتد دخلت 3 جي قالك انت عامل بقى جي اس ام ولا ايه لا اصلا هيكون 2 جي اصلا
يا رب يا رب هتشتش بجد عايز ارميها وانا مش راح اصلا عايز يعرف حاجه يعني طلع يجيش يا عم هي معزه ايه ده؟ ليه مش قاعد اشرح له؟ انا لاف مين؟ ليش ما فيش اصلا؟ انا كنت في ميه ابو سيجي ليه؟ اصلا شيء سيء كان واحد بيقول لك هو القطر هو المذكر بتاع القطر المره حكوا على ايه؟ حكوا على ايه؟ ما انا عايز اعمل حاجه تانيه بقول له ايه؟ ما عايز اكل عايز اكل والليد نمره بيجي على الهواء عشان ياخد الهواء طب هو يا عم بيقول لي المهم اصلا مش هسيبك ليه؟ المهم تحت الخطيه ايش ايش ايه؟ ايه المهم؟ تحت الخطيه انا ماشي اقعد يا محي اقعد يا محي ريليز 99 ظهر في كوارتر واحد في سنة 2000 وده حط الستاندرد UMTS ريجي نتورك اللي مبنية على CDMA انترفيس ريليز 4 اللي هو عدل الاي بي كور نتورك ده طلع سنة في 2001 في كوارتر 2 وده كان بداية التحديث في كل نتورك في ريليز 99 ريليز 5 قدم حاجة اسمها HSDA ريليز 6 قدم حاجة اسمها 3G واي فاي هاند اوفر وقدم حاجة اسمها HSFA ومالتي كاست بروكاست مالتي ميديا سيرفيس اللي هو الموبايل تي في الهاي سبيد سيرفيس وعمل حاجة اسمها الاي بي مالتي ميديا سب سيستم وبوش تو توك اوفر سيلولر البوك تمام سيرفيس ريليز 7 ريليز 7 كان في اخر 2007 اهم حاجة عملها اللي هو فويس اوفر اي بي على كواليتي اوف سيرفيس و HSFA بلس في ال 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 الريليز بتاع اليوم ده ريليز 8 ده كان بدايه ال LTE كان بدايه المايمو لو دي ام اي سيرفيسز كان في كمان دول سيل نزل على ال HSDA هي دي مجموعه حاجات طلعت في الريليز دي كلها حاجه مخصوصه بال 3G حاجه مخصوصه بال HSDA وحاجه مخصوصه بال ال LTE ريليز 9 بقى نعم مايمو مش المفروض تعرف عن الـ HSDA بدأ ينهانس المايمو دي بدأ ينهانس لا المايمو دي من الـ HSDA بدأ ينهانس المايمو دي مع انهانسمنت على الـ HSDA الريليز 9 ده كان في كوارتر رابع يعني كوارتر رابع؟ ماشي تمام ده طلع في حاجة اسمها الـ SAE انهانسمنت الـ SAE دي ده اسم النتورك اركتكشر بتاع الـ LTE اسمها سيستم اركتكشر ايفولفد اسمها ايه؟ دي ال تي اركتشر بعد كده عمل حاجه اسمها واي ماكس ال تي اي انتر اوبرابيلتي بقى في واي ماكس ال تي هاند اوفر وال تي اي يوم تي اس هاند اوفر ويوم تي اس ال تي هاند اوفر وال تي اي 2 جي هاند اوفر واي ماكس يوم تي اس هاند اوفر ويوم تي اس واي ماكس هاند اوفر دول سيل ومايمو ودول سيل اتش اس بي الدول سيل اتش اس بي غير دول سيل اتش اس بي ها مصر عندنا دول سيل اتش اس دي بي بس ريليز 10 قدم حاجه اسمها ايه؟ ال تي اي ادفانسد وده يعني زود السرعه بتاعت ال تي اي بتاعت ريليز 8 مالتي سيل بتاعت اتش اس دي وصلت لاربعه كارير وده ما طبقش في مصر مالتي سيل دول سيل عندنا بقت اثنين كارير بس مش اربعه ريليز 11 ودوت نزل بعد كده انتر كونكشن ما بين ادفانس اي بي انتر كونكشن استخدام بقى ادفانس اي بي انتر كونكتيف ما بين الكون نتورك بتاع الناس دي كلها مع بعض يعني ممكن اوبريتور واحد يجيب كل الناس دي مع بعض يشتغلوا مع بعض و يعني الجزء كله كان الاي بي اوبريشنز ريليز 12 ده الكونتينر ستيل اوبن اتفتحت في يناير 2012 ريليز 12 ده زي الدول كارير كده شايف بيستخدم فريكونسي 2 اه اللي بيستخدم كام؟ ريليز 10 ده بقى عنده ممكن يستخدم 4 كارير 4 كارير ريليز الفكره ايه يا معلم؟
اتش اس دي ايه الهاي سبيد كله مبني على فكره ال 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 مبني على فكره اني اديك اكتر من لينك شير يا رب هاو تو مالتيبلاي يوزر ريسورسز هاو تو مالتيبلاي يوزر ريسورسز يعني تديله اكتر من رام هاو تو مالتيبلاي يوزر ريسورسز يعني تديله اكتر من كود هاو تو مالتيبلاي يوزر ريسورسز يعني تبعته يخليه يتكلم على اكتر من انتن هاو تو مالتيبلاي يوزر ريسورسز يعني يتكلم على اكتر من فريكوينسي هاو تو مالتيبلاي يوزر فريكوينسي هو ده ليه بقى لان انا وصلت للماكسيمم بتاع الداتا ريت على الكود واحد ازود 2 كود ازود 3 كود ازود 5 15 10 فهي دي هاو تو مالتيبلاي يوزر ريسورسز كودينج رادينج فريكوينسي ترانسميشن ليه اللي هي اسمها هاو تو مالتيبلاي يوزر ريسورسز انا كده مش معايا العدد اليوزر سيرفرات مش فاهم يعني يا باشا يعني انا كده ممكن اشوف اليوزر مثلا ياخد 600 اقول لك 20 يوزر ياخد مثلا عشان كده انا ما بقتش اشتغل اس ام اصلا بقى بشتغل اس ام الاس ام دي كلها كام برفع من كاب الباور 100 ميجا بت بير سكند الاي 1 نفس الحجم 100 ميجا بت بير سكند طب ايه المشكله خليني بقى اشتغل اي بي يعني اشتغل بقى توتال اي بي في الكود كانت موجوده في الريليز اللي قبل كده توتال اي بي اعمل كل نايت كلها توتال اي بي يا باشا انا كنت شغال دي ام لا اي بي شغال اي تي ام اي بي اي تي اوفر اي بي بيور اي بي وكمان اللينك ده الكباسيتي بتاعته خلصت او عندي لينكات كتيره والادريسيز خلصت دي فيرجن 6 انا بكلمك في كباستي هيحصل لها انفجار يعني انا جاست حطيت الاي تي ام الاي تي ام درسناها الاي تي ام انا حطيت الاي تي ام اوفر اي بي يا باشمهندس من الفيرشوال باس ايدنتيفايرز والفيرشوال سيركت ايدنتيفايرز كان 2.8 و2.8 يعني 256 و256 تمام لما حطيت انا الاي تي ام دوت اوفر اي بي بقى عندي تقييم عندي نمبر اوف باسز هيزيد بنسبه قد ايه؟ نسبه 255 انا كان من شويه عندي 255 بس زودت ايه؟ الكباستي بتاعت السيستم ده اربع اضعاف او ضعفين مش يعني اربعه 255 يعني شوف الضعف قد ايه؟ طب تعالى احط ابلاي اي بي فيرجن 6 طب اشيل الاي تي ام خالص واخليه بيور اي بي ادريسنج يبقى اللينك كباستي لوحده على الايثرنت 100 ميجا واللينك كباستي في النمبرنج اي بي بقى كنت زي ما انت عايز عمرنا ما سمعنا ان في انترفيرنس على الاي بي كارد لا اقدر احط زي ما انا عايز اللينك كباستي اي بي فيرجن 6 اوبي فهي ما حطش دماغ بقى طب هو الاس تي ام هيشيل انا بتكلم بقى ستيم انا شغال ايه وامبر كلامي لك انا هفضل اشتغل ايه وامبر تاني دي الريليز طبعا فككم الفيرست جنريشن ده ولا دريمز ولا بيكام بلاير ولا بتاع شهر 3/2012 عملوا ميتنج عشان يشتغلوا على ال على ال ايه ده تمام انا عايز فيلم ده فيلم فيلم انا مش فلاشت والله ما فلاشت يا عم والله يا عم انت ما فلاشت يا عم فلاشت الواد مصطفى سميلي خد اللابتوب بتاعي عشان يوديها هو الاي تي وانا عشان جايب طبعا ايه مش فاضي بصراحه هو الاي تي هو يعني قاعد شغال على اللابتوب بتاعي انا قاعد هنا بضحك انا بقى عايز ايه
برزنتيشن وما خده. عايزين ايه؟ انا سامع كلمه بريك باي. لا لا هو ال 4G يعني عايز عايزين اسمعوا 4G وانا قلت من رمضان مش لازم. حاضر. هيبقى الماكسيمم ثروبوت 1 جيجا بت بير سكند. هيبقى الباتري كونسبشن اقل بكتير قوي من الايفون. هيبقى الاوتج بروبابيلتي يعني بيتر كافرج. الداتا ريت هتبقى زي ما انت تحت السايد زي ما انت عند اخر السلاي. هيبقى الترافيك ارخص بكتير قوي والكباستي ازيد بكتير قوي. دي نعم. ايه عايزين ايه ازاي ايه ده ميتنج حصل في شهر 3/2012 عشان يحطوا الخمس متطلبات دول. ايفون 5 في 5 لا 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 ده انا صوره بس ما لقيتش حاجه عنه فحطيت كده ماشي حالك احلم يعني هما بيحلموا ويقصوا ورا ده اخر جيت طبعا ده ايه في ايه بعد كده يعني هيرقصوا كده دي ده انت صح لا 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 ليه بس كده لا انا صوتي صح لا حد يمسح حد يمسح ايام ده يمسح احنا اسمين ايه 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 ليه 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 خلاص 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 السما هتيجي بقى تعالى خلاص 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 ليه يا زلمه الحزين صار الدور طيب عشان ايه ولا ليه هو مش كده انا في طبقتين ساكوت ايوه وين المصلي هو ده بقى كده هو يا صوت ليه كده بس لكن هو حاجه يا باشا اتفضل صلي يا باشا